مخلوقات رقيقة، سبحان من أبدعها، تنتمي إلى مملكة تدعى النباتية، لا غنى لأي عاشقين عنها. تجدها في مناسبات عديدة، تجدها في الفرح وفي الطرح، في الأعراس وفي الأفراح، في المياتم والمناسبات الحزينة. فكما تقاس حضارة الشعوب على أساس ما تستهلكه من زهور، تقاس رقة الفرد بعدد ما يهديه لغيره من ورد. فإذا كان لديك قرشان فاشتري بأحدهما رغيفا وبالثاني زهرة. نباتات زينة داخلية، يمكن أول الأصناف اللي احنا بنقابلها نبات الأريكا. الأريكا بمقاساته اللي احنا بننتجها في البوت 30 سنتي وبوت 40 سنتي وبوت 50 سنتي. نبات الكروتون في مقاسات برضو، في بوت 14، في بوت 20، في بوت 25. من أشهر النباتات اللي في كل البيوت معظمها نبات البوتس. هو نبات إكساره من سهل عند ستات البيوت، لكن طبعا هي فنياته العالية احنا بنعملها هنا. ده نبات التروبيك برضو، في مقاسات منه يبتدي من 14 سنتي بط، يمكن بعد كده هنقابله بعد كده ده 20 سنتي. النوع ده هو نفس النوع البوتس الهانك، بس بيبقى على ستيك. بينمو بالشكل ده، بيبقى ستيك. الإكسار دوت دي المفروض أول مرحلة للنبات عندنا هنا، بيبقى عندنا أمهات، الأمهات ديت بنبدأ ناخد منها عقل، بنعملها كاتنج، أو في طبعا طريقة تانية للإكسار، في طرق كتير للإكسار، بس إحنا المكان هنا اللي أنا ماسكاه مسؤول عن الكاتنج، في إكسار بالبذرة، في إكسار بالتفصيص، في بالجراثيم، بس هنا المكان هنا كاتنج بس. ممكن بياخد في الإكسار ما بين 5 أسابيع وست أسابيع، بعد كده بتبدأ مرحلة التربية، لأن في بعض النباتات بتبقى محتاجة تاخد مثلا قصة قصتين تاني عشان تاخد حجم كويس. كل ورقة ليها طريقة وليها جمال وطبيعتها ليها جمال، لكن هو من يتوقف حسب ذوق الشخص. فاطمة الشريف، عندي 27 سنة، أم البنوتة عندها 3 سنين، وخريجة نظم معلومات. أنا أصلاً ما كان في دماغي أن أنا أشتغل نجارة، ولا من قريب ولا من بعيد خالص، يعني كان بعيد عن أحلامي وطموحاتي ومستقبلي وخططي لنفسي. بس بعد الجواز سبت الشغل عشان أخد أجازة جواز، ما كانش ينفع أرجع له تاني عشان ده قطاع خاص. وبعدين نزلت شغل تاني، فكنت حامل، فكان في مشاكل بقى في المواعيد وفكرة ان انا قادرة اتحرك، وان صاحب العمل اصلا متقبل ان انا بتحرك وبطني قدام مني ولا لا. سبت الشغل فبدور على شغل من البيت، فقلت انا ليه بقى افضل ادور على شغل من البيت واحنا اوريدي المفروض جوزي هو والده نجارين او متعلمين او الكلام ده كله، طب ما اعمل حاجة. اتعلمت في البيت 3 شهور، عملت أسوأ برواز خشب ممكن يعني يدخل التاريخ ياخد جايزة أسوأ برواز، لحد ما جات لي أول شغلانة كبيرة كانت أوضة نوم وسفرة بتاعت بنوتة صديقتي، يعني اشتغلت فيها بنسبة 10% وتعلمت منها بنسبة تقريبا 100%. أنا في الوقت الحالي أقدر أقول أولا أنا عايزة قطعة دي تتنفذ إزاي، أقول آلية التنفيذ بتاعتها. كل ما افكر ان النجارة او المهن الحرفية في مصر، عارفة مش بس مش واخدة حقها، انتي على الله بالمعنى الحرفي الكلمة،
تنفع يبقى عندك شغلانه تقعدي بيها شهر تدخلك مكسب كويس، وينفع تقعدي بيها شهر مش ما تدخلش مكسب كويس، لان فجاه بعد ما تتفقي وتاخدي عربون وانت في نص الشغل الاسعار ترفع عليكي، فانت كل ده من مكسبك. وينفع ما يخش الشغل، ينفع ما يخش الشغل دي بقى يعني بصي في افكار رهيبه ينفع تطرق في دماغك. انت اول حاجه عندك ايجار، بعيد بقى عن بنتك عن اكلك عن شربك عن لبسك عن كل الكلام ده. حقيقي تقريبا كان ينفع انهار لولا ان انا الناس كلها حقيقي معايا. أهم فائز في كأس العالم هي رئيسة كرواتيا اللي قدمت نموذجا في التواضع الشديد، قدمت نموذجا في الروح والحماسة. انتوا عارفين لو كانت بتمثل او الناس شعرت انها يعني سيدة تؤدي دورا ما كانش الناس اقتنعوا بها بهذا الشكل ولا تحمسوا لها ابدا، انما لانها كانت صادقة وكانت معبرة عن حماس شديد وعن اخلاص لبلدها وعن دفاع شديد عنها، وزي ما بقول لكم هي دولة صغيرة لكن أحلامهم كانت كبيرة، ودولة صغيرة لكن كبريائهم كبير وقلبهم أيضا كبير، عشان كده حققوا هذا النجاح الكبير. رئيس كرواتيا كانت نموذجا ليه؟ لأنها الحقيقة تعاملت ببساطة شديدة، تعاملت بحماس صادق شديد جدا، تخلت عن كل ما يتعلق بقيود البروتوكول والقواعد الدبلوماسية التي تقيد رؤساء الدول، وقالت أنا هنا مواطن أشجع. يعني حماسها الشديد كان عنوانا ثابتا في كل دول العالم كانوا بيحتفوا بهذا النموذج الطيب والمبهر. يعني ربما أهم فائز في كأس العالم هي رئيسة كرواتيا. خطفت رئيسة كرواتيا كوليندا كيتاروفيتش الأضواء من مونديال روسيا 2018 بعدما وضعت زي السياسة جانباً وارتدت قميص منتخب بلادها وسط جمهوريها في استاد فيشت الأولمبي لحضور مباراة كرواتيا أمام روسيا، حتى أن الكثيرين يعتبرونها اللاعب رقم 12 في منتخب بلادها. تعتبر كوليندا أول رئيسة بدولة كرواتيا في تاريخها بعدما فازت في الانتخابات في فبراير عام 2015، ولم يكن هذا الفوز غريبا على امرأة درست في الولايات المتحدة الأمريكية وحصلت على درجة الماجستير في العلاقات الدولية من كلية العلوم السياسية، وأصبحت عضوة في البرلمان الكرواتي ثم سفيرة لكرواتيا في الولايات المتحدة الأمريكية ثم أمينا مساعدا لحلف الناتو. تحظى السيدة الأولى لكرواتيا بشعبية كبيرة في بلادها حيث تولت مناصب عدة لتصل إلى كرسي الحكم، أبرزها وزيرة الشؤون الأوروبية بين عامي 2003 و2005 وكذلك منصب وزيرة الشؤون الخارجية بين 2005 و2008، ووصلت لمنصب رئيسة كرواتيا في 19 من فبراير لعام 2015. تزوجت عام 1996 ولديها طفلان من زوجها جاكوف. كوليندا ذات 50 عاما، اشترت تذاكر المباريات وسافرت بمالها الخاص وليس على حساب الدولة، وترى أن هذا طبيعي، لذلك لم تسافر في طائرة الرئاسة، ونشرت مقطع فيديو لها من داخل طائرة عادية أثناء توجهها إلى موسكو.
كما أن لديها العديد من المواقف السياسية والاجتماعية يجب الإشادة بها، مثل قضية الإجهاض. رأت أن حظر الإجهاض لن يحل أي شيء، بل الاهتمام بالتعليم هو من سيقلل حالات الحمل الغير مرغوب فيها. ويجب أيضاً ذكر أن الإنتاج المحلي لعام 2015 وصل إلى 1.6%، أما اليوم في 2018 وصل إلى 2.5% وفقاً لصندوق النقد الدولي. تحررت رئيسة كرواتيا من القيود السياسية بنسبة 100% بعد أن ظهرت في العديد من الفيديوهات التي التقطت لها داخل غرفة خلع الملابس للاعبين وهي تشجعهم، وأخرى وهي تلتقط صوراً مع الجماهير العادية والمواطنين في شوارع روسيا. إنها كوليندا كيتاروفيتش. لا مكان في العالم للفاشلين والمهزومين، والمهزوم ليس شرطا زي ما قلت ان هو يهزم في النتائج فقط، لكن احنا هزمنا في النتائج وفي الاداء وفي الحماسة وفي الروح وفي الاخلاق وفي التنظيم. الاخلاق ليه؟ زي ما انت شفتوا يعني وصل الحال ببعض اللاعبين يبقوا مشغولين بتصوير مقاطع في الاوضة في الفندق عشان يبيعوها $3,000. وصل الحال ان يبقى في حتى بجاحة في التصريحات وعدم مراعاة لمشاعر الناس. وصل الحال كمان بينا الى حد ان اي مناقشات يتم التعامل معها من الذين فشلوا، يعني ببجاحة شديدة، مش شايفين ازاي ان اللي بيفشل على الاقل يفسح مكانه للغير حتى يمكن أن يقدم رؤية جديدة. يعني أتمنى أن احنا نستفيد من ده ونشوف مشاهد الانتصار والفرح علشان كمان نشعر بالغيرة شوية ونقول احنا ممكن نحقق شيئا، مش ما قلناش تاني عشان ما يقولوش انت عايز نبقى تالت ولا أول ولا تاني. لا، احنا كنا عايزين أداء طيب، كنا عايزين ده، احنا كان وصل طموحنا بس ان احنا نكسب السعودية، وصل طموحنا بس ان انت تجيب نقطة واحدة، لكن لم يتحقق، صفر في كل شيء. على فكرة في كرواتيا اتفقوا كل الصحف والشاشات ووكالات الانباء انهم ما ينشروش اخبار سلبية لمدة 48 ساعة. اتفاق تام بين كل وسائل الاعلام والصحف، مفيش خبر سلبي خالص، الأخبار كلها إيجابية لمدة 48 ساعة ابتداء من اليوم، يعني من بداية اليوم اللي هو وصول الفريق، إنهم عايزين الناس يعيشوا حالة من الأخبار المفرحة. يعني إحنا والله بس كنا نفوز، وإحنا كنا نصوم سنة حتى، يعني هذا البرنامج المتهم بالأخبار السلبية الكثيرة نصوم سنة عن هذه الأخبار السلبية، بس كان الناس تفوز ونرجع حتى نحتفل بهم. يعني فزي ما اقول لكم شوفوا ازاي حتى الحماسة والروح عند الناس، يعني يقولك بلاش حاجة تفسد الفرحة، مفيش خبر سلبي واحد نهائيا، واتفقوا على ذلك ووضعوا ميثاق شرف لمدة 48 ساعة تم توزيعه على كل الصحف ووسائل الاعلام ووكالات الانباء واتفقوا على ذلك. نرجع احنا لأخبارنا السلبية. الجمعيات الخيرية في مصر جمعيات يجب انها يتعامل معها اللي بيشتغلوا فيها على انها ذات رسالة انسانية واجتماعية. رسالة انسانية واجتماعية يعني ما يبقاش عندك الجوانب المادية هي اللي تضغى، انك انت عاوز تكسب، تكسب من ايه؟ ما عاوز تكسب اشتغل في حاجة تانية، او عاوز انك يبقى عندك مصالح مادية خاصة، او كمان تبقى فيها مهازل اخلاقية. ما هي المصالح مش مادية فقط، يعني يمكن ان يحصل عليها البعض بالتحرش بالنساء ومحاولة الاستفادة من كده. عشان كده تخيلوا ما تبقى فيه، يعني الارامل التي تحتاجنا للجمعيات الخيرية تبقى فيه شكوى جماعية بهذا الشكل حققنا فيها
بان يتم التحرش بهن في مين من مسؤول في جمعية خيرية اللي هو يؤدي رسالة إنسانية يعني. أما أنزل أطالب بحق يتيم وأتعرض أني كل ما أروح جمعية يبقى أنت كل فكرك في فيا. في جمعيات بروحها لو ما كانش مثلا عايز أن أنا أكلمه في التليفون وأسايره وكده وأقعد أكلمه كلام خارجي وكده خلاص يبقى مش هعملك شهرية. طبعا أنا برفض النوع ده. ففي أستاذ محترم في الجمعية أخذ رقم التليفون وخد ورقي وكل حاجة وقال على أساس أنه ينزلني في الجمعية وبيطلب مني رقم التليفون على أساس الحكاية دي. أما بنروح نقبض أبص ألاقي 5-6 رجالة مش تبع الجمعية خالص، مش إن إحنا داخلين نقبض، ده عرض حريم. الست اللي تعجبه يشاور عليها. هو مقابل أنه يستلف لي 20 جنيه على الولد، يعني 40 جنيه على الولدين، وان هو اصلا مش ماسك الجمعيه بس هو ليه سلطه ان هو ينزل دي وما ينزلش دي. متعرض ان هم يقولوا لي مثلا ايه انت بدل ما انت كده يعني تعيشي كده واولادك مش عارفه تربيهم، احنا نجوزك واحد من الاخوه اللي في الجمعيه وهو يربي عيالك. تعرضت في الجمعيات ان انا قابلت واحده سمساره بتقول لي مثلا لو هيدوكي 50 اخد 25، هيدوكي 30 اخد 15. نفس الاسلوب اللي بيتعرض على كل واحده في بس في اللي بتقبل بالكلام ده وفي اللي ما بتقبلش، ففاكريننا كلنا زي بعضينا. الاستاذ المحترم جه لغايه البيت على اساس ان هو يساعدنا، فوجئت لقيته حط ايده على ظهري، انت حلويتي، انت بقيتي جميله، انت مش عارفه ايه، اللي هو اصلا داير من وراء الجمعية دي بطريقة الأسلوب الكلام مع الستات في التليفون. وإحنا طيب نتعرض لحاجات في الجمعيات دي مش كويسة. أنا أتمنى يا جماعة التحقيق في الوقائع دي، لما تستغل عوز البشر والعوز المعيشي وتستغل حاجة البشر وجمعية خيرية ويستخدم هذه الأساليب مع نساء أرامل، يعني مع أنه يجب أنه يكون الحصن، يعني ده الستات رايحة هذه الجمعية علشان كل ست تحمي نفسها من انها ما تحتاجش لحد، يعني ما تبقاش عندها حاجة تضغط تخليها تنحرف او تجيب فلوس من حتة تانية يعني. فتخيل انت يكون المسؤول في هذه الجمعية هو الذئب البشري. معقولة؟ يعني الارامل اللي هم في حاجة لحماية انفسهن من الذئاب البشرية في المجتمع، فهتقول لك لما نشوف حد يعمل معانا الخير فيتضح ان من يرتدي ثوب الخير ده شياطين بهذا الشكل وذئاب بشريه. يعني اتمنى التحقيق في هذه الوقائع لانها مخجله وفي منتهى الخطوره. خلينا نسال احدى الضحايا، يعني السيده كريمه. يا مدام كريمه اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. انا مش عايز اقول اسماء ونخلي بالنا شويه. لا 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 انا نخلي بالنا من الالفاظ شويه. انا عايز افهم، يعني انت طبعا بتحتاجي الجمعيه في ايه؟ انا بحتاج الجمعيه في حته لحمه، في حته فرخه، في الشهريه اللي انا باخدها، كل دوت طبعا ان رفضت خلاص الحاجه دي ما بتجريش لان انا محتاجاها. والحاجه دي طبعا يعني اذا 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 رفضت الخضوع لنزواته كده ما تاخديش حته اللحمه ولا تاخديش ما اخدش اللحمه بتاعتي، ما اخدش الشعريه بتاعتي، ما اخدش اي حاجه تكون جايه لي باسمي القانوني يا كده الا ما استلمش حقي. طبعا احنا طبعا ما اكتفيناش بواقع كل اللي احنا شفناهم دول نفس الشكل، نفس الطبيعي نفس الشكل، بل كمان اللي هي السمساره اللي بتاخد نص الشهريه ديت لو ما اديتهاش خلاص بتروح تقول للجمعيه ان انا مش محتاجه، خلاص انتهى الموضوع.
دي لازم تاخد نص المبلغ اللي يجي لك شهريا منه. طيب هل احنا يا جماعة هنسيب الناس دي، هنقبل اولا ان تبقى في مساومة ضحايا كل بتحتاج لحتة لحمة تاكلها وبتحتاج لقرشين بتاخدهم، والجمعية الخيرية الحقيقة ما بتداش من عندها يعني، ده هي تبرعات فاعلي خير، فيتم مساومة النساء بهذا الشكل على شرفهن؟ يعني هل معقولة احنا نسيب ده ونقبل ده؟ يعني اتمنى التحقيق في هذه الواقعة المخيفة اللي اعتقد انه لا يجب انه ينام اي مسؤول معني بهذا الملف الا لما يشوف كيف يمكن ان يحاسب هذا الذئب الباش ويجيب الضحايا وهيحقق في الوقائع يعني. استاذة كريمة، هل اشتكيتوا حد؟ هل يعني وصلتوا صوتكم للمسؤولين الكبار في التضامن الاجتماعي في اي مكان؟ انا جيت اشتكي باسمي، قالوا لك لازم كذا واحدة، فكذا واحدة ديت طبعا بالطبع راحوا لمكافحة الارهاب والفساد، وعملنا شكوى بالفعل. دي جمعية، طب هات لنا كده المسؤول الجمعية اللي هو بتاع اللي هو متضامن معاهم، واحنا هنتابع معاكم ده الموقف ده يا مدام كريمة، ان شاء الله انا واثق ان المسؤولين هيحققوا في هذه الوقائع، لان ليس مقبولا ابدا ان يبقى عندنا ارملة تحتاج الى اكل وقرشين تعيش بيهم فتروح للجمعيات الخيرية فيتم مساومة النساء على الشرف بهذا الشكل. مين يقبل كده وفين؟ في اماكن الفضيلة يعني، اماكن الانسانية يعني، جمعيات خيرية اللي اعتقد انه رسالتها وهدفها الانسانية تضغى يعني، لكن كمان يبقى في هذا الانحدار الاخلاقي وهذا الانهيار الشديد في الادمية، لان اللي هيعمل كده يعني بلا ادمية، عشان كده بقولك ايه، ذئب بشري. نتمنى التحقيق في هذه الوقائع واحنا هنتابعها اولا باول. حوادث الأفراح ما زالت مستمرة، بننبه، شوفوا احنا كل أسبوع حتى نقول لكم مهما بننبه مفيش فايدة، هي الناس ما ينفعش تفرح بدون الزفة اللي فيها استعراض بالسيارات، جبنا لكم نماذج أدت إلى حالات وفيات العريس والعروس، نماذج تانية اطلاق رصاص في الافراح يؤدي الى مآسي، مهما بننبه ومهما بنقول والناس شايفة قدامها يعني. سيدنا علي ابن ابي طالب اذا يعني كفى بالموت واعظا يعني، طب اذا كان حوادث الموت دي ما بتوعظكش يعني، ايه اللي هيوعظك اكثر من كده يعني؟ لا الكلام هيجدي، ده انت شايف الناس بتموت، سواء في اطلاق الرصاص ابتهاجا والبهجة دي تتحول إلى مأتم يعني، أو في الحفلات الزفاف اللي احنا بنشوفه اللي هو يعني يقول لك لازم العربيات تعمل استعراضات تروح يمين وشمال، فنلاقي في حوادث أدت إلى هذه المأساة اللي هنشوفها. صاحبه ناس صنايعية وكانوا رايحين مشوار، ووقفوا يكلموا واحد، وجيه موكب بتاع فرح، عيال مستهترة طبعا، ودي مشكلة البلد كلها بتعاني منها مش طناح بس، كل اللي عنده بارستين وجاب عربية، العيل عنده 15-17 سنة ويفرم جزر الجلة زي دولن في 3 دقايق وهم واقفين، وعايز كل واحد في مصر يتخيل ان واحد يجيله تليفون
ويروح يجيب اخوه في ملاية من شاب مستهتر جوز عربيات، واحد يخبطهم يبعزهم في الاسفلت والتاني يجي يعمل صنية فوق. الافراح ديت جايبة بلاوي للناس وحوادث كل شوية على الطريق عندنا. الافراح اللي بتتعمل، المواكب اللي بتتعمل دي يعملوا وفرحوا، احنا مش كارهين ان الناس تفرح، احنا برضك بنعمل افراح وبنعمل بس باحترامنا وبذوقنا وبادبنا، ما نمشيش نخبط في مخاليق الله. انا ماشي في طريقي ولقيت العربيتين دول كام جم جنب مني بسرعه جامده، شالوا الموتوسيكل وانا ما اعرفش ان هو اخويا، ونزلت اشوف مين ده، رحت على محمد ابو شوقي التراب مغطيه ما عرفتش ان هو محمد ابو شوقي، مسكت ايد اخويا اشوفه حي او ميت. جاء راجل متدين يشاهد في ودنه بيلفه، واتفاجئت ان هو اخوي. هو اللي كان لنا في الدنيا، هو اللي كان بيصرف على البيت، هو اللي كان بيشتغل، وهو اللي كان بيجري لنا. دلوقتي ما عادش لنا اي حاجه ولا لنا مصدر رزق، دلوقتي ما عادش، خلاص البيت كله اتدمر. يعني احنا بنقول ده اهمال، مش قتل خطا، احنا بنقول دي اهمال من الناس. والعيل يعني يخبط وينزل يجيب المراية من على الأرض، والراجل يقول له اشتال يا ابن الجس، يقول له طيب وقوم سايبه وجري. عيل عنده 16 سنة. أنا قاعد على القهوة على الكوبري يوم الحادثة، أقسم بالله الولا نزل من على كوبري طناح عمل صنية قدام ناس أشخاص قاعدين معانا، واخد بالك؟ قمت أنا بقول له إيه يعني لو عربية نقل جاية الوقت معدية وخبط الدهور إيه اللي هيحصل؟ افاجئ بعد 9 دقايق الاقي اخويا بقول لاخوك مات. في حادثه حصلت بعد حادثه محمد وساعد بنفس الطريقه، كل ده علشان بيعملوا فرح وبيعلفوا امه. عيل حرم 3 عيال من ابوه تسوي، يعني اللي هو بعدش هنشوفه، بعدش هيخش علينا. يعني لو فرحت قدام دارك ولا عملت قاعه محدش فيك هيتبسط؟ لازمتها ايه بقى تنكد على عيله كامله وتخلي عيل صغير عنده 4 سنين محرم من كلمة بابا؟ تعملهم يعني ما في، يمشوا على قدهم، حتى لو مشوا بالعربيات يمشوا على قدهم، ما يقعدوش يلفوا على الناس ويموتوا ناس. ولازم يعني كل ما حد يعمل فرح يموت 2 و3، لا يعني ما البلد بقى يفضل فيها كم واحد. شوفوا بقى الدموع والمآسي، 2 يضيعوا بهذا الشكل، وإيه فرح يعني هنا لما يتحول الفرح إلى مأتم بالشكل ده. نحذر كثيرا وننبه، ممكن تفرح بدون هذه الأساليب اللي لم تعد مناسبة. لما تلاقي في صفحات الحوادث كل 2-3 حادثة بهذا الشكل، طب الناس تخاف بقى وتتعظ. انت ممكن تعمل زفة بدون استعراض العربيات اللي احنا بنشوفه ده، اللي شفتوه في الاول في بداية التقرير ده، هو فعلا ده يعني جزء منه بيحصل، بيعملوه كده يعني. الناس بقى بتموت ومصايب بتحصل يعني بعد ده يعني ربما هم واقفين، لا في الطريق كمان يعني. وفي نجيب لك مشاهد أرشفية زي دي كتير في حوادث قديمة وسابقة ومتعددة يعني. إن الفرح فجأة يتحول إلى مأتم. شوف تخيلوا بقى لما يبقى زفة بقت جنازة، الفرح نفسه بقى مأتم، وعائلات بتنكسر وتتحطم. خلينا ناخد شقيق استاذ اشرف، شقيق احد المتوفين. يا استاذ اشرف الباقي في حياتك. ازيك يا استاذ وائل؟ اهلا بيك. الباقي في حياتك استاذ اشرف. الله يرضى حياتك يا استاذ اشرف. قول لي تاني، احنا يعني شفنا الكلام في التقرير، يعني اخوك كان ماشي ازاي؟
اخويا راجل صنايعي وبيجري على اكل عيشه، ومحمد اللي كان معاه برضه راجل صنايعي وبيجري على اكل عيشه. كان لهم عربيه عند واحد سمكري رايحين يشوفوها، فعمل فيها ايه وراجعين في الطريق عاد. واحد معرفه شاور لهم وقفهم، وقف يتكلم معاهم. فجاه موكب فرح جاي زي ما حضرتك شفت كده، مواكب الافراح عندنا بالطريقه دي، كل الافراح كده. ده جنون، ده جنون، ده مش جنون يا استاذ وائل معلش، وكل الناس تسامحني في اللفظ ده، ده قله ادب، دي قله ادب ما ينكد على 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 على, على بلد بحالها في ليله زي دي. ده ايه بقى، شالهم وهم واقفين؟ ده في عربيه جت دخلت خبطتهم، وكانوا بيتسابقوا مع بعض وبيزنقوا على بعض وبيعدوا من بعض، ده اللي واقفين في يمينهم خالص، وده المفروض انه يجي من الجنب الثاني. دخل شالهم بقى مطرهم بالموتوسيكل، والثاني جه وراه عمل فوقه صنية من الصواني اللي حضرتك والناس كلها دي شايفاه. لما كنا رايحين جايبين جتت عيالنا اشلاء مش جتت، فانا بناشد كل مسؤول في مصر. بس انتوا عارفين اصحاب الفرح؟ عارفين اصحاب الفرح؟ اصحاب الفرح ما ذنبهمش حاجه، ما لهمش ذنب. لا بس يعني هنا الناس يا جماعه بتختار تعمل الفرح ازاي. الناس يا جماعه تقول والله اللي عايز يجاملني وعايز يفرح معايا بلاش الاستعراض بالعربيات بهذا الشكل، بلاش اطلاق الرصاص بهذا الشكل. المهم عملتوا بلاغ، هل تم القبض على الجناه؟ طلع لهم امر ضبط واحضار النهارده للسواقين. وبعدين كل صاحب فرح من دولا بيدي للسواق على الخمسه اللي بيعملها دي 100 جنيه، يعني يقف حياه جوز رجاله واقفين رايحين هيجروا على اكل عيشهم، كل راجل يقف حياته ب 50 جنيه من عيل مستهتر ابوه مديله عربيه، او عيل عنده 17 سنه، او ناس بتجيب عربيات اهالي وبتاجرها للعيال بدون رخص وبدون اي حاجه وبدون رقابه. انا بناشد مسؤولين الاهليه بالكامل في المرور، العربيه اللي تمسك عليها بتعمل كده المفروض يوقفوا رخصها، يتصرفوا معاها عشان يبقى في عقاب رادع. بشكرك، وانا بسلط الضوء بس على ده علشان نتعلم، مش بقى للمره المية، جايز للخمسمية في السنتين اللي فاتوا تحديدا، كم الحوادث اللي جبناها بسبب، يعني المصيبة كمان انها حوادث من تبدأ من الافراح، يعني الناس بتفرح فتموت، تبتهج فتقتل، تعمل زفة فتعمل جنازات للبعض. هل ده يا جماعه معقول حد يتخيل او يتصور ده؟ طب ما خلاص لما الناس تلاقي ان الحوادث متعدده بهذا الشكل نتوقف، نمنع ده بشكل قانوني، ممنوع زفه العروسين بهذا الشكل، العربيات تمشي بانتظام وتحترم القواعد والقانون، انما اللي احنا شايفينه ده ويعمل سبعات وخمسات وكأنه في ملعب بيلعب كورة، ده هنا في حياة بشر حواليك يعني، وأي غلطة بتموت، يعني شوف اللي بيعمله ده، يعني في ثانية تحصل مصيبة وتحصل كارثة يعني. خلينا قبل ما نكمل معاكم الموضوعات التانية، في انتوا عارفين ان الدور المصري في سوريا من أهم الأدوار، ودور متوازن جدا بيحفظ لمصر مكانتها وقدرتها على التفاوض مع الجميع يعني، ويتعامل معها الجميع على اعتبار أنها مفاوض موثوق به قادر على التأثير في كل الأطراف المختلفة بما يخدم سوريا في النهاية وبما يخدم الشعب السوري يعني. النهارده تم التوصل الى اتفاق، وهذا الاتفاق رعته مصر، اشتغلت فيه المخابرات المصريه بشكل كبير بالاضافه
إلى الجهود الدبلوماسية أيضا. الاتفاق كان واحد في الساحل السوري ده لوقف إطلاق النار، وطبعا الوساطة كانت مع رئيس طيار الغد السوري الشيخ أحمد الجربة، وده شمل اتفاق على اتفاق شامل يعني جهود مكافحة الإرهاب والعمل على تسوية سياسية للأزمة في سوريا، عودة اللاجئين والنازحين لمناطقهم يعني. كمان في حمص الفصائل المسلحة في ريف حمص الشمالي وعلى رأسها جيش التوحيد وقعوا على اتفاق في القاهرة برعاية مصر وضمانة روسيا، والاتفاق الأول أيضا روسيا كانت ضامنا فيه يعني. وده زي ما بقول لكم ده قيمة الدور المصري، أنه يستطيع أن يتفاوض مع الجميع يعني. دور مصر يتيح ويسمح لها انها تتفاوض مع الجميع، لان تعرفين الساحة في سوريا ممتلئة باللاعبين المختلفين سواء الاطراف الدولية او المحلية. ده كمان في ريف حمص الشمالي، وتم توقيع الاتفاق ايضا بوساطة من رئيس طيار الغد السوري الشيخ احمد الجربة. و هنا كمان في اتفاق لجهود مكافحة الإرهاب وإنشاء قوة لحفظ الأمن والسلام في المنطقة. كل الفصائل وكل الأطراف في النهاية بعد ما توصلوا إلى اتفاق وجهوا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وللدور المصري في الساحة السورية تحديدا. كان البعض أحيانا بيتكلم عن دور مصر الإقليمي، لأن الحقيقة أنت كل ما تأثيرك يكون بهذا الشكل في الخارج يعني فكرة الانكفاء على أنفسنا في الداخل، لا صحيح نهتم بأوضاعنا المحلية والسياسية والاقتصادية، لكن كمان تأثيرك في الخارج بيضيف لقوة مصر ومكانة مصر الكثير. الدور المصري لا يستطيع أن يلعبه إلا دولة تستطيع أنها أن تفاوض جميع الأطراف بما لها من مكانة يحترمها الجميع. خلونا في النصب، لسه بيشتغل سواء في جمع الأموال من الناس أو أنه البعض يقول لك تعالوا نعمل لكم عروض لرحلات يعني، وبعدين الناس تكتشف أن كل ده نصب في نصب. ما فيش شك انه في جانب ان الناس تخلي بالها، لكن في جانب كمان كيف يمكن ان نتصدى لنصابين من هذا النوع. عملية نصب في شكل جديد أوهم صاحب شركة سياحية العديد من المواطنين برحلات بأسعار وعروض مغرية، مما جعلهم يسارعون بالدفع في هذه الشركة، وفي النهاية أغلق الرجل هذه الشركة وفر هاربا. شركة سياحة نزلت إن في رحلة طابة بالطيران، أول حاجة نزلوها ب3000 جنيه، وبعد كده عملوا عرض قالوا 2500 جنيه للي يسدد قبل 1/5. طبعا كان السعر كويس فكلنا قررنا احنا نشترك وكده. انا معايا 7 اسر. مش شركة سياحة، هي شركة نصب طلعت فوجين 3، واحنا اتأكدنا ان هي طلعت، وبعد ما طلعت الفوجين 3 لمت من ملايين من الناس وخدت الفلوس بتاعتهم وكتموا على الفلوس وقفلوا الشركة ومش عارفين نجيب حقنا. المفروض ان الرحلة انا معادي كان يوم 25/7، اعرف ناس سافرت طلعت في الافواج الاولانيه، ناس رجعت مبسوطه، ما كانش فيه اي مشاكل. فوق ال5.5 مليون لموا من الناس، بس عشان النصاب بيوريهم اللي هو تمام طلع اول 3 رحلات. انا دافعه 16.5 وبنت اختي جوزي دافعه 20.000 على اساس ان هم هنطلع الرحله وان هي طبع، واقنعت ناس كتير وموديه ناس من الفوج الاولاني 11 واحد او 30 يوم 11/6 موديه 30 واحد من كانوا معانا في رحله قبل كده. عن نفسي انا كنت طالع 3 اسر طالعين، طيب احنا نجيب فلوسنا منين؟ رحنا الشركه الراجل نصب علينا وقفل، هو راجل نصاب كان بيضحك على الناس. كلنا اتفاجئنا ان رحلات كلها اتلغت
وفلوسنا ضاعت. ما نعرفش بقى هيطلعونا يدونا فلوسنا. دلوقتي احنا عايزين فلوسنا يا اما عايزين ما قلنا ما قدمناش ان احنا نطلع رحله لان الطريق غير امن. عايزه فلوس يا يطلعوا رحله بس ما فيش ثقه. انا عن نفسي مش هثق فيهم تاني ومش هطلع معاهم تاني. المتهم الاول اللي هو تم ضبطه وتعرض على النيابه امبارح. والمتهم الثاني اللي هو المتهم دوت هارب وطلع له برضه ضبط امر واحضار. بس واحنا واثقين طبعا في النيابه ان هي يعني هتوجه لهم اتهامات ان شاء الله. لو تأملنا في تاني احنا لما تعاملنا مع قضية معز مسعود وزواجه من الفنانة شيري عادل قلنا ان نفصل تماما ما بين ما هو حياة خاصة وما هو حق الناس في انه يقول لك الحياة الشخصية للشخصيات العامة ليست ملكا لهم اذا كان فيها ما يتناقض مع دعواتهم وتصرفاتهم. يعني بالإضافة إذا كانت الحياة الشخصية لمسؤول لشخصية عامة تكشف عن انحراف ما فهنا ما بقتش حياة شخصية. في قضية معز مسعود ما حدش يتكلم على إن في انحراف في الزواج، إنما الناس بتتكلم على خطاب مزدوج، الناس بتتكلم على فكرة البعض يعني في إنه يحدثك بخطاب وهو في حياته الخاصة لا ينفذه. كمان الناس بتتكلم على انه يكلمك عن قواعد الزواج الناجح وهو لا يستطيع انه يؤديها في حياته الشخصية يعني. وان ما صحيح يعني الناس ممكن تتطلق لكن لما يبقى خطابه دائما بيعتمد على وصفة الزواج السعيد ووصفة الزواج الناجح وهو لا يتحقق له ذلك في حياته الشخصية بالإضافة إلى ازدواجية الخطاب. وأنا قلت أنه الحقيقة هنا أن الناس تساؤلاتها المختلفة يعني ما كانتش انتهاكا لحياة شخصية، يعني ما قالوش والله هو هي قصة الحب دي إيه اللي حصل فيها، هي قصة الزواج دي تمت إزاي. يعني الناس بتقول بشكل عام كده. وانا قلت الحقيقه واحنا بنتناقش تخيلوا لو ان داعيه او ان احد المشايخ يعني بيقول للناس لا تتزوج من اجنبيه علشان ولادك ما يطلعوش كذا، او لا تتزوج من فنانه علشان كذا، وبعدين الناس تجده قد تزوج من اجنبيه او من فنان. اول ما بتلاقي فيه تناقض في الخطاب من حق الناس انها تسال او تتساءل. يعني أنا بقول ده ليه؟ لأنه معز عمل بيان النهاردة وهو بيان الحقيقة أشبه بالبيانات العسكرية. هو صحيح الراجل بيقول إن أنا مش عايز يعني أنا شفت الخوض في حياتي الخاصة بهذا الشكل، فدخل في حوار حول بعض النقاط اللي احنا تناولناها أو اللي غيرنا تناولها يعني. تاني وتالت بقول إن حتى هذا السؤال مطروح دائما، هل الحياة الخاصة لرجل الدولة وللشخصية العامة ملك له ولا ملك للناس؟ هتلاقي فيه الإجابة دائما هي ملك للناس إذا كان فيها أي تناقض أو زلل أو انحراف. هنا من حق الناس أن ولا تعتبر ذلك حياة خاصة، بمعنى ان في مسؤول ممكن تبقى حياته الخاصة، البعض يقول لك ده حياته الخاصة يعني، لكن هي تؤثر هذه شهواته ونزواته تؤثر على عمله يعني. يعني رئيس جهاز المخابرات البريطانية لما اكتشفوا انه شاذ جنسيا مورس الفيلد، فطلعت
رئيس الوزراء وقالت ان دي حياته الشخصية ده من عدة سنوات يعني. فحتى الشعب قال لا لا ده لما بيكون رئيس جهاز خطير بهذا الشكل شاذ يبقى يحكمه شخص آخر وهم الأشخاص الذين يمارسون معه الشذوذ أكيد هم الذين يحكمونه وإن هذه ليست حياته الشخصية لا ده تؤثر على الحياة العامة طبعا ده ما ينطبقش بشكل واضح على حالة معاذ إنما اللي ينطبق فيها هو التناقض في الخطاب إنك تبقى بتكلم الناس عن وصفات الزواج الناجحة وخطابك فيها يتناقض مع التصرفات هو قال ايه في ملخص كلامه يعني اقول لكم بس بعض الحاجات اللي قالها وطبعا بيقول ان انا تعرضت الى تهديدات اللي ما يعرفوش الناس يعني يعني عايز يقول انه كان فاعلا في مواجهة الارهاب الى حد انه تلقى تهديدات اضطر فيها انه يرحل باسرته خارج البلاد والحقيقة ده يؤخذ عليه ولا يحسب له يعني أخطأ معز مسعود وهو يدافع عن نفسه أنه عايز يقول يا جماعة أنتوا بتكلموني إزاي كده ده أنا كنت مهددا من الإرهاب فإزاي يعني تخاطبوني بهذا الشكل ده أنا كنت أدفع ثمنا يعني إلى حد أن أنا خدت أسرتي ومشيت من البلد يعني لا في ناس تانية المجتمع كله كان مهددا في 30/6 العائلات المصرية اللي كانت في الشوارع في 30/6 مش بقى الشخصيات العامة بأطفالها بنسائها برجالها بكبارها وصغارها كانوا مهددين جميعا يعني مش كان بيتم إطلاق الرصاص عشوائيا في الشوارع مش كان في شخصيات أيضا مهددة بالاسم بس خلينا نتعامل مع المجتمع كله أنه كان مهددا وبالتالي الحقيقة لا يحسب لمعز مسعود أنه يتباهى في بداية بيانه يعني إن أنا كنت مهددا من الإرهاب إلى حد إن أنا خدت أسرتي ومشيت يعني لأنه كان بيعمل حلقات عن الإرهاب بتكلم كمان عن إنه كلامه عن الاحتشام يعني أنا بس عشان يعني أستطيع إن أنا ألخص كلامه هنشوف الفيديو ده اللي هو قاله وهاخد تاني مكالمة مع الناشطة في مجال المرأة الناشطة عبير سليمان أستاذ عبير أهلا بيك أستاذ وائل إزاي حضرتك قولي لي هنا يعني معز مسعود عمل بيانا بيقول فيه بيرد فيه على كل النقاط اللي أثرها البعض واللي اعتبرها أنها بمثابة انتهاك لحياته الخاصة ولكنه جاوب على نقاط عديدة ومختلفة وقال يعني أنا شايف تساؤلات عند الناس فالحقيقة أنا هأجيب عليها وكان أهمها اللي هو الحديث عن أنه هل في تناقض بين كلامه وبين زواجه من فنانة وهي شيرة عادل أم لا تعليقك إيه؟ الأول خليني أقول وعايزة أخرج من دائرة التملق لحضرتك في بداية كلامك أنت اختصرت نقاط القوة والضعف بيانه وهي نقاط الضعف الكثيرة في بياني اللي هي بتثبت لا تنفي وفي حاجة حضرتك أصلا ممكن تكون مش فاكرها إن أنا تتلمس على إيدك في صوت الأمة في تحقيقات لمشايخ الزوي وهم كانوا بيملكوا كاريزما ضاغطة على الرأي العام والمريدين نفس كاريزمة معز مسعود ويمكن إحنا ما كناش ضد الدين الإسلامي بالعكس ولا سمحته ولا ان الناس يبقى ليهم مصلحين يرشدوهم ويصلحوا علاقاتهم بربنا لكن كنا ضد الادعاء ويمكن دي اول سلالم سلمة طلعتها وشفت الوجه الاخر للدعاء الجدد وسوء البزنس وسوء الاستقطاب للمشاعر معز مسعود ثبت في بيانه ده التبريري ما ثبت ما نفاش ثبت اخفاقه بدل ما طب هو اتكلم عن انه مفهومه للحشمه والاحتشام والحجاب لا يتناقض مع زواجه من الفنانه شيري عادل الحقيقه برضو عايزه اخرج شيري عادل من الموضوع لكن للاسف انا مضطره اقحمها انا مش رافضه ملبس شيري عادل ولا بنتقدها كفنانه ولكن ما فعله مغاير تماما الى ما دعاه حضرتك خش على النت
على اليوتيوب واقرا واكتب رايه في الحجاب. انا شفت الحلقه قبل كده لما زعها مش لسه هشوفها، لكن استعدتها تاني من اول وجديد. هو قال حتى لو مش محجبه هي 90% محجبه اذا كانت محتشمه من اول الرقبه لحد القدم، الى الاحتشام في نظره ان انا اكون متغطيه تماما عدا غطاء الراس. قال ده افضل، يعني ده افضل حاجه بالنسبه له، يعني هو ده كده تعتبر محجبه رأس غطاء الراس. الحقيقه ان هو كمان قال ان مفيش داعي ان الراجل يبص للرومانسيه ولا الجمال، شوفوا من كل 100 بنت بنت واحده هي اللي جميله جدا وصريخه الجمال. الحقيقه ان هو قال في بيانه انا اخترت الحب، يعني اختار لا الرومانسية. يعني هو هو اتكلم عن ان الحشمه تبدا من ال 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 من اول الرقبه، من الرقبه لحد رجليها. فشيري عادل بنوته جميله فنانه بتلبس براحتها، انا لا اعترض على لبسها بالمناسبه، ما عنديش مشكله معاها. انت هنا بتعترضي على تناقض خطابه يعني؟ طبعا طبعا، انت تضلل، يعني انت تأمر الناس بشيء وتقول لهم مسارات. يعني كام واحد ساب حبيبته عشان بتلبس ميني جيب وهي مفروض جوهرها زي الفل ما عندهاش مشاكل، عشان خاطر معز مسعود قال له اختار الزوجة الصالحة، دي ام ولادك، لازم التدين، لازم على الاقل تكون حشمة. وذكر دايوس، ذكر كلمة دايوس، اي نعم هو مبرر كلمة دايوس ان هو ما يقصدش، بس ارجو من السادة المشاهدين هي كلمة دايوس ده بس عشان الناس تبقى عارفة هو اللي قالها. خلينا قبل ما اسمعك يا عبير نشوف المقطع ده مع معز. من حق الناس يا جماعة، يعني شايفين لو انتوا فاكرين في بداية رمضان لما عمل الاستاذ عمرو خالد اللي هو الاعلان بتاع الفراخ يعني، وحتى لما اتكلمنا فيه كنا اول من تحدث فيه، يعني هو الرجل اعتذر يعني، وحتى بقى يعني ارسل لي رسائل كثيره وقال انه متقبل هذا الكلام يعني، والراجل كان موضوع خلاص يعني هو اعتذر يعني. انما هو طبعا القضيه بتفتح ملف الدعاء الجدد، يعني اذا تناقضت في كلام انت بتقوله ممكن يؤدي الى لانك تؤثر في البعض، يعني ممكن يؤدي لان في ناس تسيب بعضها البعض فيبقوا مخطوبين يبقوا مرتبطين، فتلاقي بعد كده أنت تصرفاتك تتناقض مع هذا الخطاب. ده الجزء اللي هو كمان من كلام معز مسعود اللي فيه تناقض مع ما قام به. المقاييس الوهمية دي ضرت حتى الرجالة وهما بيدوروا على الست اللي هيتجوزوها، تلاقي حتى واحد متدين بيقولك بس أنا ما بدورش على واحدة متدينة ليه؟ أصلا أنا عايز جوازي يبقى رومانسي. ايه المشكله؟ اصل نفس المعنى اللي احنا كنا بنتكلم فيه قبل كده ان انا لو متدين مش هينفع ابقى رومانسي، الفهم الخاطئ ده. فتلاقيه لانه اتفتن بالشكل شكل معين بيتشاف في السينما على طول، فبقى يا حرام بيضحي بحته الرجوله وانه ما يبقاش ديوث وانه يبقى عايز مراته تبقى بتاعته هو بس، بيضحي بيها علشان شهوه كانت عنده انا عايز ابقى معايا واحده بطريقه رومانسيه، فبقى يدور على واحده مش متدينه. الفهم ده خاطئ طبعا. تذكر بدايه الدين تربت يداك، قال النبي عليه الصلاه والسلام طبعا ذات الدين اللي هي هقول لك بقى كلمه من عندي ذات الرومانسيه، والله العظيم كان بيبقى مضحوك علينا، لا شك المتدين ممكن يبقى رومانسي. اتفضلي يا عبير. ده يتناقض مع يعني ده خطاب يتناقض مع قطعا بدون نقاش وبدون تهليل وبهدوء شديد. انا ما عنديش صراع مع معز مسعود، حضرتك ممكن تتذكر كلينتون نزل من عرشه ليه؟ مش عشان علاقه خاصه، عشان كذب انه كذب، عشان انا ما اتحرشتش، قال انا ما جيتش جنبها، كان كذاب بس مش عشان عنده علاقه خاصه. هي الفكره فكره التدليس، فكرة ان انا اضحك عليك، اضحك على المجتمع باسم الدين. الدين اصبح دلوقتي اسواق للارتزاق يا استاذ وائل، يعني مفروض ندق ناقوس الخطر من منبرك المحترم. اصحوا بقى يا ناس، مش كل واحد يجي لك على فكره حسب الرائج. حضرتك مودك ايه؟ حضرتك عايزني بدقن بلبس لك الدقن، سوري بربي لك الدقن. حضرتك عايزني بقميص وبنطلون بقوم ضربه لك القميص والبنطلون او لابس لك البدله، على حسب الرائج. البدل والقميص والبنطلون للطبقه العليا. كام واحده اتحجبت وبعد كده قلعت الحجاب لان عمرو خالد دخل لها من زاوية ان ربنا والله وقربي ربنا، بيستغلوا امانيتنا. طب هو اتكلم في ده، قال لك تم اقتطاع كلمة ديوث من سياقها، ده في بيانه يعني.
في الفيديو لكي أبدو أنني قصدت أن من يتزوج من لا تلبس غطاء الرأس ديوثا، رغم أن الكلام كان عن ترك الاحتشام كلية. ده يعني هو عايز يقول أنه البعض اللي استخدم أن البعض اللي خد كلمة ديوث دي عشان يقول أن إزاي أنت تتهم الغير بهذا الاتهام ثم أنت تنفذه الآن. يعني انا مش عارفه ابرر له، يعني انا كنت اتمنى ان هو ما يطلعش بالبيان ده اصلا، كنت اتمنى ان هو يعتذر، يقول يا جماعه انا انسان وليا مشاعر وحبيت واتجوزت وخلاص، انا انسان طبيعي ولاحظت كلام اللي فات، نعرف ان هو ان الناس دي طبيعيه، لكن ما يجيش ياكد انا ما قلتش ما عملتش. ده مش حقيقي، انت بدليل ان انت تزوجت 2 محجبات وانت كنت على الطريق، لكن الهوى غلبك، يعني حبيت كما قلت في البيان ان انا حبيت، اخترت الحب، انت كنت بتنهي الشباب عن الرومانسيه. احنا ليه بنقول ان هو مش في منأى من النقد؟ اولا هو مش في منأى من النقد، وده حق اصيل لكل المجتمع انه ينقد اي واحد يمارس عمل وهو في حياته الشخصيه عايش بشكل اخر، خاصه اذا كان بيناضل عشانه او بيرتزق من وراه. طب ايه كلامه عن ان الاحتشام في الملبس هو اكثر من 90% من الحجاب؟ لما حد قال له رايك اعلامي محترم ساله قال له رايك في الحجاب ايه، قام قال له انا مش عاوز اروح في حته الحجاب قوي، لكن انا بقول ان ممكن تكون مش مرتديه غطاء الراس لكن برضو تبقى قربت من الحجاب، ف90% محجبة على الأقل تبقى محتشمة، والاحتشام هو إنها تكون متغطية كلها، يعني إيديها ورجليها وجسمها كله متغطي من الرقبة. فأنت عايزة تقولي يعني مفهومه هنا لا ينطبق على زواجي، يعني بغض النظر عن تزوج مين يعني. بالظبط كده يا فندم، يعني حتى تبريراته ملهاش علاقة برضو بالواقع. أنا لا أنتقد العلاقة، كل واحد حر يتجوز اللي عايزه، متحرره بتلبس مايو هم احرار، وانا لا انتقد اللي بتلبس كده، لان ممكن واحده بتلبس كده تكون افضل من اللي مرتديه نقاب. طبعًا. الحكايه مساله سلوك واخلاق وتربيه، وربنا هو اللي بيحاسب الناس، فانا مش هنغلط غلطته، واحنا اللي هنقول ان ربنا بيحاسب الناس ازاي، ولا هنرمز نقول ان اللي المحجبه متدينه واللي مش محجبه متدينه واللي واللي واللي، احنا مش دعاه. اللي بيطلق على نفسه داعي في الاسلام او باحث يستحمل بقى، لا اما ما يخشش خالص في المجال ده، وطالما دخل دايره الدين واتكلم باسم الدين وبيوعظ وكمان بيدرس وبيغير مسارات الحياه، ما يجيش يقول لا دي حياتي الشخصيه. لا مش حياتك الشخصيه، انت مش متفق، او انت بتأمرنا بمسارات معينه وانا ابني غير مساراته وبنتي تغير مساراتها وجيل كامل يغير مساره عشان مقتنع بيه وشايفك ايقونه. ايه هو كان شيخ لناس ليه شايفهم مريدين الى ان تزوج بالثانيه. انا حتى ما عنديش مشكله في الثانيه، قلت يمكن حب، اللهم الناس بتطلق في ايه يعني، وحتى 6 شهور وانفصلوا، ايه المشكله؟ لكن لما تيجي انت يبقى مغرق الدنيا وعظ وكلنا مبهورين بيك بالطريقه اللي انت داخل بيها، على فكره وهي ما بتاكلش معايا، يعني انا ضد كل اشكال الدعاء الجدد اللي هم بيعملوا ثروات من ورا الدعوه دي، اللي بيخدم ربنا واللي عايز يقرب بس الناس. بس هو للامانه بيقول انا من عائله غنيه ولا اتقاضى اي اموال في برامج الدينيه. يعني حضرتك شفت حاجه يا فندم؟ انا شفت حاجه؟ لا ممكن يعني يكون بغض النظر، انا هي القضيه هنا غلط. القضيه هنا لما يكون خطابك يتناقض مع تصرفك، يعني في احد المشايخ كان بيحرم ايضا العمليات المتعلقه باعضاء الجسد، جسدك ليس ملكا لك، وبعد كده هو عمل عمليه يعني بالظبط كده، وخد كليه من حد. هنا ما اقدرش اقول لك ايه ده حياتي الشخصيه ودي صحتي انتوا مالكوا، لا ده انت منعت ناس انها طب انا بحب واحد مش تاخد اعضاء، ده انت قتلت ناس يعني. صح، انا بحب واحد مش بيصلي، لما اسيبه دلوقتي، انا عايزه اتجوز واحد مش بيصلي، لما اسيبه عشان خاطر فضيلته او الباحث الجليل معز مسعود قال لي لا ان انت لازم تختاري المتدين والمحترم ابو ولادك، طب انا سبته، ايه التدريجي بقى اللي هو قاله في البيان؟ قال ان كل حاجه بتيجي تدريجي، ما ناخده بقى ان شاء الله يكون بيشرب خمره واتوبه على ايدي.
زي بالظبط ما هو عمل. الله في ايه يا جماعه؟ طيب. امال هو كان بيقول ايه؟ بشكرك يا عبير، الف شكر، عشان نديش بس، لان هو طبعا لان معز مسعود اصدر بيانا شعرت انه جزءا كبيرا منه مما تناولناه في هذا البرنامج. واحنا طبعا قلنا يا جماعه انه ده لما قدمنا التناول انا قلت اخترت مجموعه من الذين كتبوا في هذا الموضوع، عايز اسمع تعليقاتهم، خاصة ان البعض قال هل ده انتهاك للحياة الشخصية ولا من حق الناس لما تلاقي في تناقض في خطاب داعية، زي ما قلت لكم في داعية احد الدعاء احد المشايخ كان يحرم نقل الاعضاء، فكان في ناس بتموت ويقولك ده الشيخ فلاني قال مفيش نقل اعضاء يعني، ومش الشيخ الشعراوي، عشان البعض ما يجيش في ذهنه يعني، لا الشيخ الشعراوي كان يحرمها ايضا لكن مش هو يعني، في شيخ آخر وعمل حينما احتاج لكلية عمل عملية، فهنا تناقض، يبقى انت موتت ناس بمنعهم من تغيير الأعضاء وعمليات أعضاء الجسد بهذا الشكل تحت شعار جسدك ليس ملكا لك، جسدك ملك لله سبحانه وتعالى، وكان ده كلامه يعني، وبقى فدايه في منتهى الخطوره، هنا تناقض كمان لما حد يكلم الناس بخطاب وهو لا ينفذه. يعني احنا ليه صدمنا فاكرين قضيه الشيخ السلفي علي ونيس يكلم الناس عن الاخلاق والعظه وفي مجلس النواب كان متشددا، وبعدين يضبط في سياره مع سيده، وبعدين عايز الناس يقول لك ده حياتي الخاصه، ازاي يعني حياتك الخاصه؟ كيف يمكن؟ وده مش مع المشايخ بس عشان لكن بيكتسب خطوره مع المشايخ. في بعض السياسيين اطاحت بهم حياتهم الخاصه لانها تؤثر على عملهم العام. ان شاء الله تنتهي كل المشاكل والازمات ويعود الينا فضل شاكر، خاصة بعد أن سقطت أهم وأخطر الاتهامات التي وجهت إليه. إن شاء الله تنتهي القضية ويعود فضل شاكر متألقا ليمتعنا ويبهجنا كما كان يفعل دائما. يعني شفتوا قيمة فضل شاكر، طبعا ده يعني جزء بسيط يعني مما قدمه فضل شاكر إلا أمتعنا وأبهجنا كثيرا. إن شاء الله نحتفل جميعا بحريته. قبل ما اطلع فاصل، في بنت مختفية اتمنى انه يتم الاهتمام بقضيتها بشكل كبير، تسنيم واهلها، تسنيم محمود سليم. الحقيقة اهلها يعني كل يوم بيموتوا ببطء يعني، وانا واثق انه وزارة الداخلية هتهتم بشكل كبير ونشوف هي اختفت ليه يعني. يعني لا استطيع ان اجزم ولا استطيع اي حد ان يقول ايه السبب يعني. البيانات اللي مكتوبة حتى ان تسنيم تغيبت يوم الحد 8/7/2018 الساعة 5 عصرا من امام شارع عبد المنعم القشاوي بجوار مسجد الشيخ عبد العظيم. على من يتعرف عليها، الاتصال ادى التليفون موجود على الشاشة 012-0578-713. برجاء من اهالي مدينة بلبيس انهم يشيروا يعني ده، احنا كمان هنكون معاكم بحثا عن تسنيم وان شاء الله تعود الى عائلتها. العائلة في هذه الحالات الله يكون في عونهم يعني، الناس بتموت ببطء، وانا واثق ان الاجهزه الامنيه عندنا هتهتم ونستطيع ان احنا نكشف كل الملابسات المتعلقه باختفاء تسنيم حتى تعود الى اسرتها. كمان في الاعمال الانسانيه انا كنا يعني كانت وزيره الصحه ايضا لجأنا لها في حاله انسانيه، والحقيقه على طول اتصلت. الحالات الانسانيه هي ملك للانسانيه كلها، و هي يعني زي ما بقول لكم دايما هي ليست وسطات يعني، بالعكس حتى احنا بنقول دايما للي عنده مريض ده انت بتخدمنا لما بتجيبه يعني، ما تعتقدش ان احنا نقدم خدمة له، لا كلنا يجب ان نساعد من اجل
علاج المرضى، خاصة من لا صوت لهم ومن لا يستطيعون الوصول حتى إلى أماكن العلاج وما عندهمش لا إمكانيات ولا فلوس ولا حتى يستطيعون الوصول يعني. كمان بشكر الدكتور مجدي بسيوني في المستشفى السعودي الألماني لأنه تجاوب معنا أيضا في حالة من الحالات اللي كانت السرعة تقتضي أنه على الفور يدخل غرفة عناية مركزة، والحقيقة الرجل أيضا تدخل ووفر لنا ذلك. إن شاء الله هنكون معاكم في كل الحالات الإنسانية اللي نستطيع إن شاء الله أن احنا نساعدكم فيها واللي ممكن يتجاوب معانا الجميع. بعد الفاصل هنكمل معاكم في الجزء الأخير من المناقشة، عايزين نناقش حكاية الاحتفال بحفلات الخلع والطلاق يعني. لماذا تلجأ بعض السيدات إلى الاحتفال بطلاقها بهذا الشكل؟ ده هنتابعه معاكم بعد الفاصل، لكن كمان عندنا قضية هنناقشها بسرعة متعلقة باستغلال بعض الأطفال والشباب، تعالوا نصفركم للخارج علشان تلعبوا وتحترفوا، لكن في بعض الناس اللي بتاخد عليهم فلوس، وعندنا حالات متعددة ومختلفة يعني هنقدمها لكم بسرعة. هنناشد المسؤولين إنقاذ الشباب والأطفال اللي بيتم النصب عليهم بهذا الشكل. مشاهدينا نحييكم من جديد. في شباب وأطفال بيبقى عندهم موهبة الكورة وعندهم كمان أحلام إنهم يلعبوا خارج مصر، عندهم نموذج كده محمد صلاح اللي طلع من نفسه وساعد نفسه بنفسه واحترف دون أي مساعدة من أحد يعني. فلما البعض يحاول انه يعزف على هذا الوتر، يلعب باحلامهم، ياخد فلوس باسمهم ويجمع اموالا منهم، بالتاكيد ده قضيه تستحق الاهتمام يعني. طبعا كنا بنحاول نجمع اكبر عدد من الضحايا، لكن دايما زي ما انتم عارفين تمارس الضغوط على البعض علشان ما يجيش. لكن معانا الكابتن اسلام سيد فهمي، اسلام من اللي سافروا للسويد تداعبه احلام الاحتراف، هيقول لنا بيسافر ازاي ومين بيضحك عليه وعلى غيره يعني حتى ننقذ الكثيرين ايضا ممن يمكن ان يقعوا في هذا الفخ يعني. اسلام اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا استاذ وائل. ومعنا والدك استاذ سيد فهمي. اهلا بيك استاذ. اهلا بيك اسلام. خلينا اقدم بقى القضيه للناس ونشوفها، لان في اطراف مختلفه يجب انها تحاسب وتحاسب ايضا يعني. في اتحاد الكوره، في كمان نشوف المسؤولين كمان اللي ازاي ده فات عليهم انه يتم خداع الشباب بهذا الشكل. انت بتلعب كوره مش كده؟ انا اصلا من عندي 14 سنه كنت بلعب في المنتخب الحربي. بعد كده الفرقه اتلغت، لعبت في بعض الانديه، لعبت في اف سي مصر ولعبت اولمبي سكندري. انا قبل السفر اصلا بشهر كنت لسه مقيد في الاولمبي السكندري. فكان معايا لعيبه برده بتلعب انديه ممتازه وكده. فطبعا لما هو قررنا ان احنا نسافر فكان لازم ان احنا نجيب الاستغناء بتاعتنا عشان خاطر تسافر بقى. مين اللي قال لك تعالوا انا ممكن اوديكوا السويد او اي دوله اوروبيه علشان تحترفوا هناك؟ هي الحكايه بدات على الفيسبوك، كان بيج اسمه اتش اف سي. نادي اتش اف سي. هو النادي ده مش عارف هو تبع ايه لحد دلوقتي.
هو تبع قالوا لنا يعني ان هو ده نادي اوروبي وبيسفر والناس بتكتشف اللعيبه هناك وفي وكلاء وفي مدربين وانديه اوروبيه على اعلى مستوى وبتبص على اللعيبه، وهم قبل كده سفروا لعيبه بتلعب في الدوري الممتاز لا داعي ذكر اسمهم سفروهم وكان احترفوا من خلالهم، وكنا بنروح ندفع فلوس عشان خاطر يدونا الدعاوي، كانوا بيجيبوا لنا دعاوي ونروح بقى تدفع فلوس. اه تدفع كام؟ انا دافع حاجه و20000 جنيه يعني مكمله كل حاجه و20000 جنيه، وفي دفع اكتر مني يعني اللي كان معاه اكتر كان بياخد مني. اه وطبعا لما يعني 20000 جنيه في 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 30 40 واحد كل سنه يعمل ده يعني مبلغ ما كل شهرين حضرتك كل شهرين رحله بتطلع كل شهرين رحله بتطلع ايوه دولة شكل مرة السنة. أنا عايز يا جماعة طبعا المسؤولين يكونوا معانا على الخط، أنا واثق إن وزارة الشباب والرياضة اتحاد الكورة هنا فيه وهنشوف عملية الخداع بتتم ازاي يعني. طيب بتسافروا ازاي بقى؟ هو أول حاجة هو سافرنا دفعات يعني دفعة ودفعة ودفعة، ما بنسافرش كلنا مرة واحدة. فأيام مش أيام متساوية لا كل واحد في يوم. سافرنا انا سفريتي حصلت في ان انا طيارتي نزلت ترانزيت في برلين فطيارتي فاتتني، هو طبعا كلمناه قال لنا ماليش دعوه احجزوا طيارات على حسابكم او خلاص اعملوا شوفوا انتوا هتعملوا ايه، فطبعا اللجنه الالمان ناس محترمه يعني وكان معانا واحد بيتكلم انجليش كويس فكلمهم حجزوا لنا في فندق وحجزوا لنا طياره على حسابهم تجينا لحد السويد، نزلنا السويد تاني يوم كان هو وصل قبلنا بيوم كلمناه واحنا في المطار ما جابش ما راحش جابنا لان احنا معانا مدرب يعني كتر خيره ودفع لنا مواصلات ورحنا هناك خد مننا حق مواصلات. انتوا كام واحد مسافرين؟ احنا كنا بتاع 40 واحد بس الدفعه دي كانت بتاع 7 او 8 تنفار. بس انت لقيت هناك 40 واحد. لا ما احنا كنا متقسمين يعني متقسمين. كل واحد كل واحد على طياره كل واحد في شركه معينه شركه بتدفع 20000 جنيه رايح انت بقى بهدف ايه؟ بهدف ان هو ان في ناس بتشوفنا في وكلاء في انديه في اوروبا بتشوفنا. انديه هتشوفك فتحترف يعني. تمام. حد شافك او قول لي بقى خطوه خطوه يعني قعدتوا فين؟ قعدنا في مدرسه. كنا في مدرسه كان بيدينا نظام عوامه كده بتاعه المايه دي بننفخها وبننام عليها في الارض. ده الاعلان اللي هو اللي ايوه حضرتك اللي انت اللي انت على طول رحت ليه. فقعدنا اول يومين ما كناش بناكل ما كانش في اكل قال لنا ما فيش اكل هاتوا اكل على حسابكم. اللي كان بيتعب ما كانش بيلاقي علاج ما كانش في مستشفى مين هيعالجنا. احنا لما من دوله انتوا يعني قاعدين في المدرسه دي بتناموا فيها و ده انت دافع 20000 واكتر. هو قال لنا اول حاجه قال لنا ان احنا ننزل يعني لو خد لك انتوا مش تقعدوا يعني لو اربع ايام يعني خد لك فندق بسيط حتى يعني. هو قال لنا اصلا ان احنا مش هننزل سودرتاليا دي، سودرتاليا دي محافظه في الدوله. هو قال لنا ننزل ستوكهولم وفي فندق في ستوكهولم وحاجات كبيره وبنينا لنا احلام كبيره وحاجات اوهام. نزلنا طبعا المحافظه دي محافظه نظام حاجه ريفيه حاجه صغيره جدا بالنسبه للسويد. نزلنا نمنا كنا بننام في الارض اول يومين ده كنا بناكل على حسابنا واللي كان بيتعب بيعالج نفسه بنفسه وكانت حاجات يعني كبيره. طيب ده ايصال اسلام فلوس اللي انت بتدفع زيه. طيب ونادي اوروبي ايه النادي الاوروبي يعني أصلاً. طيب مفيش نادي يعني مفيش حد شافكم. ده هو كان المقر بتاعه كان بيقابلنا في نادي في مدرسه اسمها مدرسه المناره في مدينه نصر مناره القاهره. طب وانتوا هناك بقى طب لعبت انت لعبت قدام حد؟ كنا بنلعب مع يعني اكتريت اللي كنا بينهم سوريين اولا لاجئين سوريين وكنا بنقابل المصريين زينا كمان قاعدين برضو كان بيتفرجوا علينا. كنا بنلعب في ملاعب اسمها ملاعب الشعب الملاعب دي في الشارع يعني. انت رايح تلعب لاجئين سوريين كان الحكام لاجئين سوريين وفرق كتير من فيها ناس سوريين وناس افارقه اللي هم بيبقوا هربانين من بلدهم ما تفهمش جايين ازاي. المهاجرين ودي احلام وطموحات. ما هو ده اللي اكتشفناه. لو لعبت هنا في دوري العزب احسن. هو ده اللي اكتشفناه بقى بعد ما رحنا ما كانش قدامنا حاجه تانية حل تاني غير ان هو نصدق كلامه. هو اصبح دلوقتي احنا دافعين فلوس وفي اللي اهله استلفوا واللي باباه كان عامل عمليه وكان هيعمل عمليه بالفلوس دي واداها له يسافر بيها قال له انت اولى انت ليك مستقبل. ناس كتير دفعت فلوس وما طيب واجهتوه هناك؟ واجهناه بالبطوله اصلا طلعت دي بطوله اصلا قليله جدا وملهاش اي لازمه محدش بيبص عليها. كان في بطوله كبيره طلع منها ناس عالمين زي دروجبا والناس اللعيبه دي اسمها جوسيا. قال له احنا عايزين نلعب البطوله دي. قال لنا لا مش هتلعبوها انتوا لازم ترجعوا مصر تبقى اقامتكم خلصت وانا هحبسكم وانا مش عارفه ايه. وكان واخد باسبوراتنا كان بيهددنا بيقول لنا ان في ناس هتطلع لنا تضربنا لما في واحد هرب. اول واحد هرب بقى يهددنا ويخوفنا عشان ما ننزلش من المدرسه عشان ما حدش تاني يهرب. يا جماعه ده اختطاف. طب دلوقتي هو طالع باسم يعني
من الجهه الرسميه اللي بتشرف على ده هنا؟ هو في يعني هو عامل لكم كارنيهات باسم انديه او حاجه؟ احنا كلنا كنا جايين انديه بره، فهو كنا كان بيمضينا على ورق ان احنا لازم نبقى معاه في الفرقه عشان نطلع باسمه. عقود غير كده؟ اه عقود على بعضها، منضم على عقود. عقود، فهو كان وكان فهمنا ان دي عقود دي بس عشان خاطر يضمن حقه لو حد فينا اتاخد. طيب مفيش اي جهه هنا بتشرف على ده يعني؟ يعني هو بيخوكوا كده ويطلع بيكوا يعني. لا مفيش. في ملاعب حضرتك مرسى المناره، ملاعب هو واخدها هناك وعاملها اقامه هناك، مرسى المناره بنين وبنات في عباس العاد. اه ده مقره، بيطبع التيشيرتات هناك، ورقيات هناك، والاختام هناك، كل حاجه معاه هناك في الحته دي. هو كان بيعمل كل حاجه بنفسه يعني، هو كان بيعمل كل حاجه بنفسه، تصوير بنفسه، تيشيرتات بنفسه، كل حاجه بنفسه، ما بيخليش حد يتدخل في حاجه، مع انه رئيس نادي. فبستغرب ان زي رئيس نادي بينزل ويجيب التيشيرتات وبيعمل. رئيس نادي ايه هو؟ اللي هو اتش اف سي ده، هو كان بيقول انا رئيس النادي. اتش اف سي ده نادي معتمد يا جماعه؟ ده نادي معتمد فين؟ محدش بيعود. مش معتمد. طيب طب احنا دلوقتي انتوا عدد كبير من الناس. اه معانا ناس هربت مننا. في ناس هربت هناك حضرتك؟ بتهرب من هربت مننا في الفتره دي. طب بتاخدوا التاشيره ازاي؟ من السفاره، بس هو ما بيجيش معانا يعني، هو بيدينا بيقول لك لازم تروح السفاره لوحدك، ويا بتتقبل يا بتترفض. بتتقبل بتطلع معاه، بتترفض خلاص. بتاخد التاشيره على اساس انك انت رايح ايه؟ رايح سياحه، ما فيش كوره خالص دي. لو التأشيرة بتاعتك ماشية بتطلع معاه، مش ماشية خلاص فلوسك انت دفعها يعني، المقدم انت دفعته خلاص كده، ما ينفعش يعني. ده جاب لك بيه حق الدعوة. طيب خليني اخد محمد كده من ايطاليا، ومحمد كمان احد اللاعبين. يا محمد اهلا بيك. محمد ايه؟ محمد بتاع الهوا. محمد اهلا بيك. كابتن محمد، محمد سامعني؟ ايه محمد؟ الو سام. طب كلموه يا جماعه، فهمونا على الهوا ده. قول لي بقى هنا اسلام، عدد كبير من الناس يتم النصب عليهم، انت كان نفسك تحترف يعني، هو رايح عشان حد نادي، هو كان بيضحك حتى عليه. لو نادي درجه تانية، بس المهم نادي يشوفك. هو كان بيكلمنا وكان بيوهمني ان هو في ناس بتتفرج عليه وفي ناس عايزاني وهترجع. طيب خليني اخد شمس من السويد. يا استاذ شمس، استاذ شمس. يا شمس ازيك؟ ازيك يا استاذ وائل، عامل ايه؟ الحمد لله تمام الحمد لله. شمس قول لي، انت من الناس اللي سافروا علشان تحاول تلاقي نادي وتحترف؟ اكيد طبعا، كانت يعني كانت حاجه امنيه كبيره لينا ان احنا اول ما نخرج من مصر، لكن كنا عايشين في وهم كبير اسوائل، وللاسف اتضحك علينا هناك، ويعني اتلعبنا لعب زي ما بيقولوا. انا معايا اسلام سيد فهمي اهو، قال لنا القصه بالكامل. اولا انا لازم اسلم على صاحبي الاول لان هو وحشني جدا. ربنا يخليك. وانت والله انت وحشني والله العظيم يا انس. اخبارك ايه؟ حبيبي يا سلم والله الحمد لله. قول يا شمس، انت دفعت كام انت كمان؟ حضرتك انا دافع اكتر من 22000 تقريبا، يعني الواحد كان يعني احنا اهالي على قد حالنا كلنا. كنت بتلعب فين؟ كنت بتلعب فين في مصر؟ لعبت في انديه كتير، لعبت اول ما بدات يعني مسيره القاهره وانا صغير، لعبت في نادي اسمه الفي، كان مش عارف درجه رابعه، وبعد كده في سكندري، وبعد كده حرس الحدود، لعبت في كذا نادي يعني. لكن يوم ما مضاني معاه ما كنتش، الحمد لله ما كنتش مع اي نادي. المفترض ان احنا كنا مزنين على بطوله زي ما بيقولوا بطوله عالميه، ان نروح هناك اللي هي بيعتمدوا الشباب، يعني مفترض انها بطوله جوتيا. طيب لكن إيه؟ لما رحنا هناك جوتيا دي بطوله بتتعمل في السويد دايما، دي بطوله كبيره جدا يعني، عندك نص اللاعبين الافارقه واللي في المغاربه والوطن العربي اكثرهم خارجين من البطوله دي.
المفترض ان احنا كنا رايحين على البطوله دي، طلعنا لقينا ان احنا عرفنا هناك، لقينا اول حاجه ان اصلا الرحله اللي احنا طالعينها دي رحله مجانيه. لما انا اللي كشفت كل حاجه هناك، لما دخلت لجنه المسابقات هناك وقلت لهم ان البطوله دي فيها كشافين زي ما بيقولوا، طلع ما فيش اي حاجه من دي خالص اطلاقا. طلعت الموضوع عباره عن رحله ترفيهيه مجانيه وتضحك علينا وتهددنا. لا يعني رحله ترفيهيه مجانيه على اساس ان انتوا ايه؟ على اساس ان احنا خارجين لعيبه كوره، ده كلامه. لكن هو كان بياخد على كل لعيب كوره يعني انا اول كلامه ليا قال لي هتاخد منك 14,000، اليوم الثاني قال لي لا زادوا 2 زادوا 4، بقى اليوم كل يوم بيزود اكتر، يقول لي لا كان مهم ان احنا اولاد شوارع بنلمنا عشان خاطر ياخدنا هناك. لا استنى، انا عايز اسمع اسلام في الحته دي. طلع بقى اللي اكتشفناه ان هو كان بياخدنا وفهمه ان هو ان احنا اولاد شوارع، هو بيلمنا وبيصفرنا وبينظفنا وبيطلعنا على حسابه. هما فهم ياخد معونه، ياخد معونه منهم. يعني بيطلعكم من هنا على اعتبار ان انتوا اطفال شوارع موهوبين. ايوه، وعايزين يلعبوا كوره، فطبعا هناك في جمعيات بتدعم ده. هما ما يعرفوش حاجه هنا، هما فكروا، هما مصدقوه كلامه مصدق. قول لي يا شمس، انتوا اكتشفت ايضا الموضوع ده انه بيطلعكم على اساس ان انتوا اطفال شوارع موهوبين يعني، وبالتالي بيدعموه، هم اللي بيدفعوا كل حاجه في السويد مجانا يعني، انتوا المبالغ اللي انتوا دفعتوها هو بياخدها بقى في جيبه كده. كل ده في جيبه يعني انا يعني يقول لي النهارده 14 بكره 16 بعده 18 لحد ما وصلت 21 عندي، كل ده في ظرف يومين. طيب بعيد عن كل ده، الرحله طلعت مجانيه. ثانيا احنا وصلنا هناك، اول ما وصلنا يعني كان في يعني رحله في منتهى الهرجله وال يعني مش عايز اقول عار يعني علينا، لكن يعني مش فاهم. وصلنا هناك في المانيا، الشباب تاهوا، اللي راح هنا يعني لولا التعاطف الاوروبيين معاهم وان هم اخذوا لهم فندق، كان كله راح يعني شباب صغير تحت السن. اتبهدلنا. وصلنا السويد يعني وكان في ناس بننام على الارض، بننام على الارض يعني يلعبنا في النص اليوم 3 ماتشات ازاي؟ بيقول لك اجهز واعمل وباور ومش عارف ايه، وطلع كل ده. تعالى كمان شفت الفرقة بتوصل لنهاية يعني الماتشين؟ المفترض ان احنا اكلتين في اليوم الساعة 6 الصبح والساعة 3 العصر، طبعا ما فيش الكلام ده. فاحنا كل الاكل كان على حسابنا احنا، كل حاجة كانت على حسابنا احنا، خروجاتنا ما فيش مواصلات. قول لي بقى انت هنا، يعني انتوا كلكم طالعين بتداعبكم احلام الاحتراف، يعني نفسك تلعب في نادي سويسري سويدي حتى؟ اكيد حتى لو درجة 9 يعني، المهم عايز تحط رجليك يعني في ال بالظبط. اكيد طبعا. واجهتوه بقى لما لقيتوا نفسكم يعني ما انا الاتفاق الاول مع الشباب، قلت لهم يا شباب لازم تتكلموا، لازم بالليل نتكلم. لما انا دخلت مجلس الاداره الصبح الساعه 2 الظهر هناك بعد ما الماتش خلص، قلت لهم تعالى معايا. دخلت انا سالت، انا يعني الشباب شويه الانجليزي بتاعهم ضعيف، فانا دخلت انا بتكلم بحكي انجليزي، دخلت اتكلمت معاهم، قلت لهم فين الكشافات، فين بتاع، ما فيش اي حاجه ورا عن البطوله يعني، مش يعني زي دوره رمضانيه عندنا في مصر كده في الشوارع كده، حتى الملاعب اللي احنا كنا بنلعب فيها ملاعب فري بتاعت الشعب، فاهمني؟ وبياخد من كل واحد فيكم. انتوا كنتوا كام؟ كنتوا كام هنا؟ والله احنا كنا اكتر من 35 نفر او 35 فرد يعني، كل واحد اللي خد منه، كل واحد على حسب يعني، في واحد اللي خد منه 20، في واحد اللي خد منه 30، في واحد اللي خد منه 15، بص يعني كله حسب حالته الاجتماعيه. طيب انا يعني ده يا جماعه بمثابه، اثق انه هيكون بمثابه بلاغ للنائب العام، واثق انه النائب العام كمان بيعتبر انه بعض ما يبث على الشاشه هو بمثابه بلاغ عام وللجهات المعنيه يعني. يعني وزاره الشباب والرياضه اين هي من التلاعب باحلام الشباب يعني؟ ده اذا هو عامل هنا نادي، هو الناس ما شافتش انه في حد بيطلع الشباب عشان يحترفوا احترافا وهميا، كل واحد فيهم نفسه محمد صلاح تاني يعني، فيلاقي نفسه بيتاخد عليه فلوس يعني، بيدفع فلوس لكن بيتم تقديمهم على انهم اطفال شوارع موهوبين، وبالتالي الجهات هناك في السويد بتدفع فلوس لاستقدامهم عشان تجيبهم، بتعتبر ده نشاطا خيريا وانسانيا يعني. طيب قول لي هنا اسلام، في
فلوسك ضاعت واحلامك ضاعت. اكيد. وانا كمان حتى كان في ناس بتكلمني على الفيسبوك تبعه، انت كده مش هينفع انت بتعمله، وانت كده خسران ومش هتستفيد حاجه وهتندم ومش عارفه ايه. قلت لهم انا مش مهم عندي ان انا اخد فلوسي، مش مهم عندي يحصل لي اي حاجه، بس ما انا يعني انا ايه، انا اللي رجعني برضك اهلي، وان انا برضك يعني البلد دي برضك انا يعني انا طالب جامعي، انا في كليه حقوق، ففي الاول وفي الاخر انا هنا في البلد دي، اخري في البلد دي ومنتمي للبلد دي. فبالنسبه لي انا جرى لي حاجه او اللي ما خدتش فلوسي، في الاول وفي الاخر انا بحب انصح يعني شباب. طيب. الشباب اللي من سن الراجل طبعا عشان انا هقول اسمه الاول، اسمه عمرو مش كده؟ عمرو رمزي. واتمنى ان الناس تحقق في الواقع دي. كمان انتوا عارفين احنا كنا كشفنا قبل كده شبكه كانوا بيصفروا بعض الشباب من خلال الفرق الفنيه والمسرحيه، فرقه كده طلعت تعمل مسرحيه واسماء كبيره يعني لفنانين، فيحطوا خمسه سته متاخد عليهم فلوس يعني، خمسه سته جوه الفرقه وفرقه موسيقيه يعني. ده بقى استغلالا لكره القدم يعني، بيقدمهم على انهم اطفال شوارع موهوبين، وبالتالي الناس هناك بتتكفل بكل شيء، بياخد منهم اموالا طائله يعني لو افترضت 20,000 جنيه من كل واحد، مجموعات بتسافر بيضحك عليها بالشكل ده، بتضيع فلوسها وبتضيع احلامها يعني. معايا محمد صلاح والد واحد من اللاعبين اللي موجودين هناك. استاذ محمد اهلا بيك. استاذ محمد، استاذ محمد سامعني؟ طيب نجيب راجل تاني يا جماعه. قول يا عم سيد انت عايز تقول حاجه، عشان واضح ان ابنك كده يعني لا احلامه ضاعت وفلوسه ضاعت. حضرتك الموضوع كمان ان احنا روحنا مدرسه المناره دي بنين وبنات فيها ملاعب عاملها، وهو يعني يعني مشغلها صح. طب دي تربيه وتعليم، شغاله ازاي ملاعب؟ مدرستين دول تربيه وتعليم، شغالين ملاعب اللي حسابه ازاي؟ ملاعب مش ملعب، ملاعب. كل مدرسه فيها كل عندها ثلاث ملاعب وغرف خلع ملابس وحمامات واستعدادات رهيبه. انت تشوف المنظر حضرتك تقول ايه؟ الراجل ده شغال صح وعامل اكاديميات وبعدين بيلعب في الدوري. بيلعب في الدوري المصري. هو بيلعب في الدوري المصري بس مش باسم الاتش بي سي بقى. امال باسم ايه؟ تقريبا احنا فهمنا في الاخر بيلعب باسم الكهرباء تبع وزاره الكهرباء، نادي الكهرباء. ده اللي اكتشفناه في الاخر، ان بيلعب باسم نادي الكهرباء في الدوري. ازاي؟ مش عارفين. نادي الكهرباء في درجه ثانيه ولا ثالثه؟ ثالثه او رابعه تقريبا. ثالثه او رابعه. حاجه زي كده. طب كل ده في التحيات بقى يعني، شو حضرتك بتقول بس الشباب اللي بيدفع فلوس. حضرتك كان معانا اطفال، كان معانا اطفال صغيرين. اطفال كام سنه؟ اطفال كان معانا بتاع 14 سنه و15 سنه، وجي من ضمن الطياره الثالثه اللي كانت راجعه على مصر، ناس طيارتهم فاتتهم والتاشيره بتاعتهم خلصت، بيكلموه قال لهم سلموا نفسكم، مش هعمل لكم حاجه. سلموا نفسكم للسلطات المصريه، ماليش دعوه. هعمل لكم ايه؟ والدهم ساعتها قلب الدنيا على الموضوع ده. خلينا ناخد استاذ محمد صلاح ابنه كمان من ال خدعوا بهذه الاوهام. استاذ محمد اهلا بيك. اهلا بيك يا سؤال، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فندم؟ قول لي ابنك راح هناك؟ راح ابن صاحب اسلام اللي قعد مع حضرتك ده، وراح هناك وشاف كل المعاناه دي. وانا رحت انا واثنين تاني اولياء امور المطار مستنين ولادنا عشان نقابلهم. قالوا ابنك دفع كام؟ ابنك دفع كام؟ ابن دفع 20,000. 20,000. واكتشف انه مفيش حاجه هناك، في راح السويد بره. ايوه يا فندم. واحنا رحنا عشان نستقبله في المطار، في العوده البناء ما جاش، بس قال يقول لي ابنك مشي. مشي ازاي؟ انا ما عنديش ابن غيره هو واخته. يقول لي ما اعرفش. طب ما اتصلتش بيها ليه؟ ما اتصلتش بيها ليه؟ يعني الواد يعني ابنك ما رجعش كمان؟ لا لا، انا عملت له محضر يا فندم. ماشي. رقم 11-47-8 في مباحث في البحث الجنائي بتاع المطار، واتعملت له قضيه. اتهمته انه خد ابنك وخد منه فلوس. أيوة. وابنك ما رجعش. ايوه يا فندم. وبيت في المطار في الحبس، وراح نيابه النزهه.
ورقم المحضر 8306 اداري نيابه النزهه وطلعوه من هناك. ولا ابنك كلمك؟ لا ابني كلمني بعديها بس بعد ما بعد ما بعد عذاب بعد شهرين. ابنك بعد ما نصب عليك بقى كمل في اوروبا يعني قاعد فين دلوقتي؟ ابني قاعد في ايطاليا. ثلاث ايام هو كان هو وانا اللي هو شمس اللي كلم حضرتك من شويه وكذا واحد لما نجوا ان هم خسرونا الفلوس اللي معانا وحياتنا وكده ما قدروش يجي يجوا ازاي؟ طيب طبعا يا جماعه يعني الـ 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 القضيه يعني واضحه المعالم دلوقتي يعني يتم خداع الشباب والاطفال اللي نفسهم يلعبوا في اوروبا ولما بيروحوا سنهم صغير ده الحقيقه بيفيدهم ويمكن لبعضهم بالفعل انه يبقى بعد شويه نسمع بعض الاسماء بتحترف يعني دي الاحلام لكن الاحلام اكتشفوا انها اوهام يعني ليه اوهام لان بيخدعهم لا في انديه ولا في بالاضافه بياخد منهم فلوس وبعد كده بيسيبهم هناك وبيرجعوا بهذا الشكل او بعضهم خلاص بقى طالما انه في اوروبا ف بيكمل هناك بيشتغل اي حاجه بقى يعني بيتحول الى انتوا عارفين الهجره غير الشرعيه بالظبط اللي هو بيقعد يعني يحاول انه يشوف لان الاقامه بتاعته هتنتهي التاشيره هتنتهي يعني. يا استاذ وائل ده قعدوا 3 ايام في الطريق من غير اكل وشرب هو خد خبى منهم الشنط بتاعتهم خد منهم كان معاهم يورو دولار خباهم منهم خبى الفلوس منهم خبى شنطهم مشاهم كانوا ماشيين بنص كم وشريطه ماشيين في تخيل حضرتك اوروبا الثلج عامل ازاي. طيب محمد من ايطاليا معانا. محمد اهلا بيك. محمد محمد والدك اهو كان معانا كان بيتكلم من شويه يا محمد. لا انت محمد تاني. لا مش وارد. طب قول لي يا محمد انت كمان من الضحايا؟ بس انت عندك كام سنه؟ انا عندي 17 سنه. طيب انت في حكم القانون طفل. انا عندي 16 السنه اللي فاتت. سافرت وعندك 16. طب قول لي انت دفعت كام هنا يا محمد؟ انا دفعت 20,000. كل واحد دفع 20,000. طيب وبعدين انت كنت بتحلم يا محمد انك تلعب مع 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 فريق في السويد يعني او في اي دوله في اوروبا. اي دوله. لقيت ايه هناك بقى؟ كان ده كنت مفكر ان هي بجد وكده. لقيت ايه هناك عندك؟ رحت لقيت بننام على الارض مش فندق ولا الكلام اللي كان بيقول لنا عليه اللي في مصر. مفيش اي شيء تمام مطعم زي كله يعني كنا مع بعضنا كلنا مش لينا لوحدنا. مش فندق والكلام ده هي كانت عباره عن مدرسه كانوا ايه؟ قلبوا المدرسه دي ايه للدور فاهمني؟ يعني عشان خاطر نلعب يعني المكان نبات فيه. ده جريمه يا جماعه والله. بننام في فصول. نصب على الناس ياخدوا منهم فلوس ويجمعوا فلوس. ايه؟ طب انت لما لقيت ان انت ما يعني ما فيش لا دوري ولا في لا لعب قلت بقى اما تكمل في اوروبا رحت ايطاليا؟ رحت ايطاليا. سافرت من السويد لايطاليا ازاي؟ بالقطر. عشان ما كانش معاه باسبور ودي كانت مشكله. وبتدور على اي شغل دلوقتي انت يا محمد في ايطاليا؟ انا قعدت في المدرسه. دخل مدرسه داخليه. دخلت مدرسه داخليه؟ لا في هنا حاجه اسمها بتاعته مدرسه قصار اقل من 18 سنه. ملجا كده. ملجا. احنا كنا صورنا يا جماعه في لو تفتكروا احنا عملنا اطفال الهجره غير الشرعيه في تورينو في ايطاليا وصورنا في الملجا اللي فيه اللي بياخدوا الاطفال اللي تحت السن لان كان التحقيق كله عن الاطفال. فشوفوا يعني ده طالع يحلم انه يلعب انتهى بيه الحال في ملجا.
والناس اتنصب عليها. يعني اتمنى التحقيق في هذه الوقائع وانقاذ الشباب. يعني معايا ابن اسمه ايه؟ احمد صلاح. احمد محمد صلاح، احمد اللي هو والده كان معانا من شوية. يا احمد اهلا بيك. انا صباح، انا محيطك. احمد انت كام سنة يا احمد؟ انا 18 سنة بالضبط. احمد برضو انت دفعت 20,000؟ دفعت 20,000 وانا في مصر، وكنت طالع السويد دي انها نظام يعني طالع بطولة عالمية، والكلام ده كله كان غلط طبعا. بعد ما وصلنا هناك عرفنا الكلام ده، لان طبعا احنا في مصر ورانا صور للملاعب، رحنا هناك ما شفناهاش، ورانا صور لفندق، واحنا كنا بنقعد في مدرسة بننام على العوامة بتاع البحر، اكل على حسابنا، من المشروع واحنا في مصر الاكل المفروض يبقى على حسابهم، كل حاجتنا هناك مش هنصرف جنيه. هم ما صرفوش جنيه، يعني خدوا مننا فلوس واحنا في مصر وما صرفوش هم جنيه اصلا. ده معايا اسلام بيقول انه بيطلعكوا على اساس ان انتوا اطفال شوارع موهوبين، وبالتالي بياخد عليكم فعلا. ما هم كل اللي بيروحين هناك نفس النظام، حتى الافارقه اللي رايحين هناك نظام ان هم يعني حتى الافارقه مش هم ايه ان هم موهوبين وجايين معاهم فلوس والكلام ده، افارقه زينا زيهم برضو وجايين، بس دول جايين يعني لو جايين بمبلغ جايين عادي، وفي اللي جاي ببلاش، لان دول جايين عارفين اللي هم جايين عليه، غير النصب اللي احنا جايين عليه. احنا طالعين اللي احنا رايحين بطوله، وهم هناك عارفين ان احنا نظام اطفال شوارع، وهم متكلفين بكل تصريف، يعني كل اللي بيصرفوه هم عليهم مش علينا احنا. طيب عمرو، طبعا انت متبهدل، يعني عشان تنتقل من السويد لايطاليا ده بهدله يعني. طبعا انا قعدت 3 ايام من غير اكل وشرب، انا وانس اللي كان مع حضرتك من شويه، ومحمد 3 ايام من غير اكل وشرب، ورحنا المانيا ورحنا الدنمارك ورحنا بلد كتير عشان نوصل للمكان اللي احنا عايزينه كل واحد. ما لقيتش شغل. انت رحت ايطاليا ليه؟ ما لقيتش شغل في السويد؟ لا انا رحت ايطاليا لان انا يعني كان طبعا بعد ما عرفت ان انا في ابويا والكلام ده كله، حاولت اعرف حد ليا في اوروبا، لان انا بصراحه مش هينفع ارجع بعد ما ابويا صرف الفلوس دي كلها وارجع ايد ورا وايد قدام، يعني ده حتى مش هينفع ترجع. انا شاب عندي 19 سنه المفروض او 18 سنه المفروض يعني ابقى عامل حاجه في حياتي، اللي انا عملته ده غلط مش صح اصلا، فمش هينفع ارجع كده. حاولت اتواصل بقى مع حد اعرفه، اللي عرفته في ايطاليا، فده لازم اروح له. محمد صحيح اللي انتوا عملتوه غلط، بس انتوا ضحايا. صحيح اللي انتوا عملتوه غلط، بس انتوا ضحايا. انت عندك احلام نفسك تلعب. ماشي، ما هو احنا لو كنا رحنا والكلام اللي هو قاله ده صح، واحنا اللي كان ذنب من عندنا احنا كنا هنرجع، لان لو احنا غلطانين. امال كل اللي احنا سمعناه في مصر مفيش حاجه منه حصلت، حاجه واحده حصلت. ولحد النهارده استاذ وائل قال يعني احنا الطياره بتاعتنا انا واسلام سافت علينا في المانيا، جينا من المانيا لحد السويد مواصلات، وبعد ما رحنا احنا دفعنا مواصلات من حسابنا، ما رضيش هو يجي يجيبنا من قدام مطار السويد، والشنط بتاعتنا اتبهدلت. انا مشيت على ايطاليا من غير شنطتي، من غير محفظتي، من غير الكلمات بتاع النادي بتاع مصر، من غير اي حاجه من اللي معايا، من غير بطاقتي. طيب مين بقى يا جماعه ينقذ الشباب اللي بيتم اللعب باحلامهم والنصب باحلامهم و بيضيعوا بهذا الشكل، يعني بحلموا انهم يحترفوا في دوله اوروبيه، بيلاقوا اعلان على الفيسبوك بيقدموا اعتقادا بان كل شيء تمام وكل شيء سليم، يعني بيدفعوا اموالا وبياخدوا تاشيره وبيطلعوا بشكل قانوني يعني، وبعدين يكتشفوا ان كل شيء وهم، وان كمان بيتاخد عليهم فلوس لانهم بيطلعوهم على اسنهم اطفال شوارع موهوبين يعني. وبالتالي هنا هتلاقي حتى تذاكر السفر بتاعتهم، كل اللي تم الانفاق عليهم مجانيا، ومع ذلك سابوهم هناك، لا في احلام تحققت ولا في انفق عليهم اي فلوس، ولا فلوسهم حتى خدوها ضاعت يعني. يا استاذ انا رجعت من السفر قعدت شهر في البيت مش عارف انزل من البيت من كتر النفسيه ما هي متدمره، مش عارف انزل العب كوره في الشارع، مش عارف انزل العب مع اصحابي، قعدت شهر في البيت مش عارف انزل،
لغايه ما نزلت في نادي هنا درجه ثالثه، قعدت بروك شويه، بعد كده كسلت قلت مش هلعب كوره تاني، خلاص احلامي اتدمرت، اللي هو ايه هلعب كوره ليه؟ لا لا لازم تلعب ولازم تصمم تاخد حقك ان شاء الله. ودي صور هيت لي وانتم بتلعبوا هناك في السويد مع انا دي مع فرق لاجئين طبعا دي مش احلامك يعني انك تلعب في دوري حكام سوريين والحكام سوريين كمان كان ثلاثة ومحدش بيشوفك مفيش عين مفيش حد مفيش نادي اوروبي بيشوفك نادي هو كان سوريين. بيقعد يعمل لي غسيل مخ يقول لي الناس قاعده تتفرج عليك والناس هتاخدك وهترجع تاني بدليل ان انا ما هربتش بينما ما كانش ينفع اهرب برضو اهلي بقى اهلي تعبوا لما عرفوا ان انا هعمل كده تعبوا طيب انا طبعا اتمنى يا جماعه ان يتم التحقيق في كل الوقائع دي عندنا شباب زي الورد بيتم النصب عليهم بالشكل اللي احنا شفناه بتاخد منهم فلوس حتى الناس بدأت تبعت لي صفحته اهوت على الفيسبوك يعني وبيقولوا لي فعلا انقذوا الشباب اللي مصدقينه صفحته موجوده لسه هاتوا لنا الصفحه يا جماعه اللي هي HFC كلوب هنا النادي ده نادي ايه كل ده طبعا الناس بتتكلم على ان في ضحايا كتير ضاعوا شباب زي الورد ده في اطفال كمان اهو ومع ذلك من 10 سنين من 10 سنين بيطلعوا طيب انا ان شاء الله هتابع معاكم هذه القضيه وده بمثابه بلاغ للنائب العام كمان اتمنى اناشد وزير الرياضه انه يهتم جدا باللي احنا قلناه ده لان في شباب بتضيع مننا فلوسهم بتضيع واحلامهم بتضيع يعني نفسهم يحلموا نفسهم نموذج محمد صلاح في ذهنهم يعني بياخدهم السويد يكتشفوا ان الاحلام تتحول الى الغام تنفجر في وجوههم فلوسهم بتضيع واحلامهم بتضيع كمان يعني نصب اسبوعي او شهري على مجموعات مختلفه من الشباب هنسيب ده هنسمح بده بعد الفاصل اشكرك يا اسلام وان شاء الله احنا معاك هنحقق في ده ومش هنسيبكم ان شاء الله بشكر والدك كمان ان شاء الله ياخد حقه ان شاء الله بعد الفاصل ايه حكايه الاحتفال بالطلاق او الخلع يعني هل الاحتفالات بهذا الشكل منطقية يعني البعض بيقول انه من حق الناس انها تحتفل بنهاية حياة عانت فيها والبعض الاخر يعترض على ذلك انه بمثابة استفزاز اجتماعي يعني هناقش معاكم هذه القضية بعد الفاصل بالنسبة لحفلة الخلع طبعا هي بالنسبة للمجتمع الريفي ممكن تكون غريبة وممكن تكون مش معتادة لكن طالما انا مش بأذي حد ومش باجي على حد انا ما عنديش مشكلة ان انا احتفل بأي حاجة تخصني انا يعني افرح بيها لي انا مش لأي حد ستات زي كتير جدا في الحالة بتاعتي ويمكن اسوأ يمكن انا نزلت ولقيت شغله وقدرت افتح بيتي واقوم بدوره اللي هو اتخلى عنه لكن في ستات كتير مش قادره تعمل كده هم احق بالفرحه دي لما الزمن والدنيا تبقى في صفهم وتنصفهم من اللي هم المشاكل اللي هم فيها يعني عندنا اصدقاء كتير على صفحاتنا صحفيين وبيشتغلوا في مواقع اخباريه شافوا الخبر عجبهم فنزلوه على المواقع بتاعتهم ومن هنا جه خطوه الانتشار دي اللي انا ما اقصدهاش خالص موضوع الخلع لو الراجل مش قابله ما كانش يسمح بيه انا مش برفع قضيه خلع وهو ما يعرفش بيها ده بيروح له اعلانات مره واثنين وثلاثه ومواعيد جلسات كان قادر جدا ان هو ينهي الموضوع ده بشكل احسن من كده خصوصا ان انا قبل موضوع الخلع قعدنا كتير وحاولنا كتير ان احنا نخلص بالمعروف وبالود وكل واحد يروح لحاله ويحصل الطلاق بشكل ودي لما هي كلمتني وقالت لي اللي هي
كلمتني وقالت لي اللي هي خلعته وانا كنت مبسوطه عشانها، لان هي فعلا تستاهل، تعبت كتير، شقت، من حقها تفرح ومن حقها تبقى مبسوطه، من حقها تبتدي حياه جديده مع ابنها. كنت بتمنى ان اكون مكانها بصراحه، عشان يعني كون الطلاق نفسه كان جارح بالنسبه لي. لو انا كنت خلعت كنت فرحت، كنت رديت كرامتي. هي جامده جامده لما الواحده تتطلق، مش معنى هم يفرحوا واحنا ما نفرحش. هي حاجه جديده في مجتمع ارياف، لكن هي حاجه احنا مش ما كناش عاملين الحفله انها هتكبر بالطريقه دي او ان الموضوع هياخد الحجم ده. احنا فكرنا ان احنا بنفرحها لان هي تعبت كتير، فالموضوع اخد الشوك جامد دوت ده، علشان احنا فريق عمل تطوعي، فمعظم الصحفيين موجودين عندنا، فالموضوع انتشر بالطريقه دي، لكن احنا ما كناش مرتبين له كده خالص. اولا رحبنا بالفكره، ما حدش يتفاجئ، لان هي كانت مستنيه الخبر ده من زمان، وكان نفسها تبقى حره من زمان، وكانت ظروفها مش حلوه ونفسيتها كانت تعبانه، واحنا فعلا فرحنا ان هي الموضوع ده يعني خلاص خلصت منه. موضوع الخلع ده الحمد لله تم على خير، كنا فرحانين كلنا بموضوع الحفله، كنا مرحبين وعملنا لها بوستات ومشاركه وكنا كلنا فرحانين. زي اي واحده ست بتاخد، بمجرد ما بتاخد الحكم بتبقى فرحانه جدا. وفي ستات على النقيض بيبقوا. انا جات لي كان في حاله عندي وجات بقى متعسره قوي انها عايزه تتخلع، وبمجرد ما بقول لها مبروك انت حصلتي على الحكم، راحت مصوته في وشي في التليفون، وانت خربت بيتي، انت بتقول بيه مبروك على خراب بيتي. يعني في النقيض، يعني واحده زعلت مع ان هي اللي كانت بتسعى وهي اللي دايما مستعجله على صدور الحكم، وزعلت على صدور الحكم، لكن سوها فرحت وعملت الحفله بتاعتها. واعتقد ان في حفلات كتيره بتحصل في الموضوع ده، بس بقى اني اللي بيظهر في الميديا واني اللي ما بيظهرش، دي حاجه بقى بترجع للصفحات بتاعتهم اللي هم بينشروا عليه. مشاهدينا نحييكم من جديد. حفلات الطلاق والخلع، هل من حق اي سيده تحصل على الطلاق او تحصل على الخلع ان تحتفل ببدايه حياه جديده وانتهاء حياه ربما لم تكن سعيده فيها، ولا ده بمثابه استفزاز اجتماعي وتجريح لزوج كان يعيش معها، وظاهره كمان لم تشهدها مصر من قبل؟ يعني انا افهم حد يسالني رايح فين كده اقول له عيد ميلاد، فرح، عزة، انما رايح حفله طلاق او حفله خلع، فالحقيقه يعني لم نشهد ذلك من قبل. تعالوا نشوف ايه اللي بيدفع، ما الذي يمكن ان يدفع سيده الى ذلك. احنا كنا عملنا قبل كده مداخله مع الدكتوره اوليفيا حنا من امريكا، لانها كانت عملت احتفالا ايضا، يعني هنشوفه بعد قليل مظاهر الاحتفال، وهي معانا من الولايات المتحده الامريكيه. دكتوره اوليفيا اهلا بيكي. اهلا بحضرتك يا استاذ وائل، ازيك؟ اهلا بيكي، اهلا وسهلا. خلينا اقدم ضيوفي داخل الاستوديو. انت هتطولي معانا شويه في التليفون عشان نناقش القضيه. استاذه سهى عرابي ايضا احتفلت بالخلع من زوجها. استاذه سهى اهلا بيكي. اهلا معانا محاميها الاستاذ هيثم عبد العزيز المحامي. استاذ هيثم اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. على الجانب الاخر الدكتور سمير رشاد عضو مجلس النواب، اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا فندم. استاذه دعاء عبد السلام الكاتبه الصحفيه، اهلا بيك استاذ وائل. تعالوا اذكركم بمشاهد احتفال الدكتوره اوليفيا بطلاقها. لسه بطيب الديفورس باري باري كنانا سنتريلا فاينالي
وهي at last وأخيرا كانت بالقفص الذهبي طلع كنا 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 بدأنا بمشاهد حفلة خلع مدام سهى، ودي حفلة طلاق الدكتورة أوليفيا وهي معانا على الهاتف. أستاذة سهى، زي ما اتفقنا يعني ماليش علاقة خالص بلماذا تم الخلع والخلافات الزوجية، لأن الحقيقة يعني يؤذيني ويؤذيكي أمام الناس يعني إن احنا نخوض في الحياة الشخصية يعني. لكن خلينا في حفلة خلع. ليه يعني انا لسه بقول في المقدمة، انا لو قلت لحد بيقول لي رايح فين، فقلت له انا رايح حفلة طلاق او خلع، فممكن يقول لك ده اتجنن ده ولا ايه. في لم يشهد المجتمع المصري ذلك من قبل. تعملي حفلة خلع ليه، او حفلة احتفالا بحصولك على الخلع او الطلاق يعني؟ هي حفلة زي أي حفلة، فرحة زي أي فرحة ممكن حد يفرحها لما بيبقى عنده مشاكل كتير وضغط نفسي وعصبي وبيخلص من الموضوع ده فبيفرح. بس الموضوع بسيط جدا، أصحابي معايا في المأساة دي من زمان وحاولوا يفرحوني وعملوا لي التورتة دي وقعدوا معايا، أصحابي اللي كانوا معايا في التقرير أغلبهم طبعا. وقاعدين وما فيش اي مظاهر احتفال غير انا وهم وبنهزر وبنضحك لا هي مجرد ان انا عامله حفله يا جماعه، مش اكتر من كده. عامله حفله علشان لا مش قالوا انا عامله حفله يلا نتجمع يعني النهارده علشان انا اخدت الحكم الحمد لله، ومش انا كمان يعني هم بيجمعوا بعض وقعدوا احنا لازم نفرح. هنا بقى لا يعني في حفله لا وانت يعني عامله فيديو وقايله فيه كلام الفيديو على تليفون صاحبتي، مش صحفي، مش ما عملتش احتفال وما زعتهوش وما جبتش ناس مخصوص تزيره. لا ما هو الفيسبوك دلوقتي بقى يعني أداة بتستخدم لنشر معلومات. طب يا ريت احنا كنا عملنا حفله زي الدكتور اوليفيا حاجه معينه بالدليل. لو كنا نعرف ان هتتنشر كده كنا عملنا حفله زي الدكتور اوليفيا. زي الدكتور اوليفيا ايه لهذا الحد يعني. طيب ما قلتيش، بس خلينا اناقشك، بس ما قلتيش ان ده يعني أولا استفزاز اجتماعي، تجريح يعني، كان زوجك أغلقت الصفحة، تغلق الصفحة خلاص. هي أغلقت فكرة من قبل الحفلة فكرة الاحتفال يعني، وكأنك بتقولي إنه هذا الزوج كان كابوسا كان بالزبط. مش ما هو مش حلو. طب ما هو هيتجوز تاني وهيسيب لها الطفل اللي هو جابه، هيسيب لها الطفل اللي هو جابه يتربيه، وهو هيتجوز تاني ويعمل حفلة تانية ويعيش حياته عادية. يعني هو إحنا إدينا له الحق ان هو يعيش حياته اللي بعد كده بطريقه عاديه جدا، وان هو هيتجوز تاني وهيعمل فرح وهيتزف، ورمي ابنه ما صرفش عليه ولا راح مسأل عليه. احنا قلنا قلنا مش هنناقش، لان انا لو استمعت اليه ما يتجوز. لا انا بتكلم، خلي بالك انا مش عايز اغتاب زوجا ليس، لان انا لو استمعت اليه ممكن يطلع فيها اشياء بشعه. انا بتكلم كده، انا بقول احنا اللي بعد كده ايه اللي حصل، اللي بعد كده ايه اللي حصل. انا بس فكره الاحتفال الاحتفال اللي حصل، اللي هو حصل للراجل بعد كده
تمام ايه اللي هيحصل؟ هو هيتجوز وهيعمل فرح. بتتكلم على افتراضيه ما سوف يكون. طيب ما هي مش بس هو بس هو بقول لك افتراضيه ما سوف يكون انا لا يا فندم افتراضيه لا مش مش هتعمل فرح لان في ايام خلينا عشان ما لا صورتك لو اتخلعت إيه لا مين قال ان انا مين قال ان انا هخلي مراتي تخش المحكمه اصلا؟ بس اكمل لك بس مين قال ان انا هخلي مراتي انها تخش المحكمه؟ بس يعني اكمل لك سؤالي إيه؟ انت اتخلعت دلوقتي فرضيه زي الفرضيه اللي انت لسه قايلها دلوقتي يعني لو حضرتك هتستخدمي اللفظ ان هو تطليق مستفز اللفظ مستفز صح؟ لا 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 هو في القانون تطليق يا استاذي وانعكاسه برضه في رد فعل سواء الست اللي هي هي طلاق في القانون تطليق حكم المحكمه بيطلع هي كاتبه على كاتبه على على التورته ماشي خلع ايه الاستفزاز يعني لا يعني شوف انت ازاي ما تحملتش انت ازاي ما تحملتش انها تقول لو اتخلعت لا لا انا بصلح لها اللفظ لا انا بصلح لها اللفظ بصلح لها اللفظ القانوني تصلح لها اللفظ لا لا انا ما اعرفش بالحفله غير بعديها انا ما اعرفش بالحفله غير بعديها انما انا بتكلم بالتصحيح كاتب على الصفحه بتاعتك انا كده هتزيد اتعابي كمحامي خلها صح يبقى اللفظ وحضرتك برضو كاتبه على الصفحه بتاعتك ان انت ما تتدخليش في شؤون الغير شؤون ايه غير ايه حضرتك كاتبه بوست طويل عريض في صفحتك إيه علاقة ان انت ما تتدخلش في شؤون الغير وخلي الناس تمشي زي ما هي عايزه وخلينا نمشي ما نبصش لدور كصحفيه اما اجي اعمل ادام حضرتك بصيتي للي انا كاتبه كده كده يا جماعه القضيه هتضيع مننا انا دلوقتي لا دلوقتي دي واحده مش موجوده مش هنبص في صفحه مين كتب ايه ومين عمل ايه بس قولي الاتعاب كام بس لا هبقول لك استاذ هيثم دي واحده بس مدام سوا بس عشان قبل ما اسال دكتور سمير الدافع عندك ايه بقى عشان اوضحه للمشاهد يعني انت شايفه انك بتبداي حياه جديده وبتتخلصي من هو ده الدافع الوحيد للاحتفال ان انا عايزه ابدا حياه جديده وابدا حياه ان انا ابقى اولها فرحه او اولها حفله بس انت واضح انك مش فرحانه خالص يعني انت شايفه كده انا شايفه كده ايوه انا كست شايفاكي بعين الست انت مش مبسوطه حتى وانت بتقولي الفيديو طيب. يعني ما طب هل تبداي حياه جديده على جثه رجل كان عشان انا قايمه كان زوجا لك وهو ابو ابنك يعني هنا الاحتفال ما هو الاحتفال بهذا الشكل معناه ان انا بحتفل بالخلع يبقى الجحيم والكابوس تخلصت منه يعني الحمد لله مش شايف ان ده دكتور سمير شايف ده استفزاز اجتماعي وممكن يكون انتهاك لقيم وعادات اجتماعية وعائلية عشنا عليها بالتأكيد الشعب المصري له تقاليد وله أصول معينة وخاصة القرى والصعيد وللأسف هذا الأمر أنت ما راعيتيش أي حاجة ولا أخلاق ولا حتى ظروف اجتماعية ويمكن وأنا جاي النهاردة يعني أنا مال أفكر في مشروع قانون نجرم به مثل هذه الحالات لأن حضرتك أنت مال تقول أو الأستاذ بيكلمنا بيقول أن الزوج ممكن يعمل حفلة وما تعمل حفلة لما تتزوجها انت لم تراعي ولا ابنك ولا حتى اهل اللي هو المفروض اعمام او اسره هذا الشخص ولا حتى جيرانك اعتقد جيرانك والاسره يعني دكات الست اللي تفشل في الحياه الزوجيه بتبقى عار مش على اسرتها بس تبقى على العيله كلها بل على المنطقه كلها انت فين من هذا الكلام انت ما بعطيش حاجه خالص ده انت المفروض لو ليكي اخت ولا ليكي بنت عم ولا ليكي بنت خال مش هتقبل مش ما حدش يرضي يتجوزها ده في الاعراف في العرف في الاصول بعد اذنك بس يا فندم غير حضرتك اهنت الكره المصريه حضرتك اهنت الصعيد المصري خلي النقاش معاها يا انا على فكره انا على فكره بتكلم يا استاذ هيثم نخش في مجادله خلي النقاش معاها انا اكبر من كده يا جماعه احنا بنناقش انا بس ما انا هخليك تتكلم بس بعد ما هي تتكلم الدكتور سمير قال احنا في الكره المصريه انا العادات والتقاليد دي هل في قاموس هل في قاموس محدود فيه العادات والتقاليد العالميه أيوة اذا كان القانون الخلع لسه صدر سنه 2000 في قانون قانون الخلع مدام سوا يا جماعه انت مش عاجبك الخلع بدون تطليق مدام سوا تعليق بس على كلام الدكتور هو حضراتكم كلكم متضايقين من كلمه خلع طب هو ما اتضايقش منها ليه ولا انا ما كملتش كلام
الاسلامي ده منحنى خطير، ده منحنى خطير بيؤثر على الاسره المصريه. المجتمع بتاعنا مجتمع ذكوري، وهو الكلمه دي مستفزه ليه؟ مستفزه ليه؟ هو نفسه نقف عند كلمه مجتمع ذكوري دي. ازاي يعني حضرتك بتحاسبني بالاعراف وبالمبادئ؟ فين الاعراف والمبادئ وانا مرميه في الشارع لان اخوه طردني من البيت؟ فين الاعراف والمبادئ لما انا ما الاقيش اكل؟ وفين الاعراف والمبادئ كل ده حضرتك لما انا انزل اشتغل شغلتين عشان افتح بيت؟ تفكر في اما يكون بس يا استاذ عايزك بس لو سمحت لما يكون الحوار بينما انا هجيلك تعالى حاسبني حضرتك لما ابقى واخده حقي في الدوله، لما يبقى معايا 5 احكام مش عارفه احقق مش عارفه انفذهم، ليه ما الاستاذ لما يبقى معايا ابن عنده جاب لي الاحكام طبعا جاب لي الاحكام فين التنفيذ؟ فين التنفيذ حضرتك؟ اقول لك التنفيذ فين عشان حمايه المحترم بيرشي الناس وما بينفذش؟ لا لو سمحت مدام سهى احنا اتفقنا، بس خلي بالك الكلام ده ممكن يتاخد عليك قانونيا. انا دلوقتي بتحاسب، الكلام ده ممكن يتاخد عليك احنا اتفقنا احاسب قبل ما تحاسب. انا اسفه احنا بنتكلم دلوقتي على انت خلعتي خلاص يا جماعه لو سمحتوا بس كلام خلاص. لو هنتكلم كده يا جماعه انا بتكلم عن ظاهره الاحتفال، انا مش عايز اخد لان انا لو سمعت للطرف الثاني حضرتك الكلام مرتبط ببعضه. انا لو سمعت للطرف الثاني انا واثق هيقول فيكي كمان يقول اشياء سلبيه كتير، يقول كتير جدا. طيب خلينا انا دلوقتي بتكلم في حقائق وفي احكام، انا بتكلم على الاحتفال وفي ولد عنده 3 سنين ونص ما يعرفلوش اب ولا اهل ولا جد. هو حد ناقشك في ده؟ انا بكلمك عن الاحتفال. ما حضراتكم بتحاسبوني على احتفال؟ لا انا لما اتحاسب احاسب الاول. ده لما يطلع صحيح. بكره وتقول لي انا لما اتطلقت عملت حفله قعدت الظروف ده وهو الوالد الواحد. صدقني ابني ده هيبقى فخور بيا جدا ومكسوف من ابوه جدا. لا لا عشان بس معاك هيبقى فخور بيا جدا صدقني، لانه بعينه وهو صغير كده مميز جدا. انا بتعب عشان معنويه وادبيه وهيبقى شكله وحش جدا قدام اصدقائه واصحابه. انت معتقده بيني وبينك العمر ونشوف. يا استاذ سهى انا واثقه في كلامي واثقه في ابني واثقه في تربيتي. هيولد نوع من ان الاب ده يصرف على ابنه لان يعاند فيك. هو ما انت عملت حفله، هو فين حفله؟ ما انت بتاخد حقك من الدوله. هو فين حق من الدوله؟ بعد اذنك بس ترفع القضايا. انا برضه مش عايز ابعد عن فكره الاحتفال لان الحقيقه يعني مش عايز اخوض في لماذا المشاكل يعني. طب خلينا اسال الدكتوره اوليفيا يعني لان هي كانت كمان متحمسه جدا لما قامت بيه. دكتوره اوليفيا انت عملت حفله طلاق، مدام سهى عملت حفله خلع، المجتمع ممكن ينتقدكما بشده على اعتبار ان ده انتهاك لقيم عائليه وتقاليد عشنا عليها دائما يعني، وده هيتعامل معه البعض انه بمثابه تحطيم للاسره ولقيم الاسره يعني. اتفضلي. طيب لغايه ما تجي لنا تاني الدكتوره اوليفيا. استاذه الدعاء ببساطه شايفه ده ازاي؟ انا شايفه ده يعني مدلوله عندي كست او كمراه مدلوله سلبي جدا. هي واضح ان هي يعني وقعت تحت ستريس قوي جدا اللي بيها يعني خدت الموضوع بشكل شبه مرضي او في شبه اضطراب، اللي بيها عملت حاجة مخالفة لكل الأعراف ولكل القيم والمبادئ اللي احنا تربينا عليها. انا مش ضد ان انت تخلعي او ان انت ترفعي دعوة خلع باي مسمى، ناس كتير بتحصل على، لكن انا ضد ان انت كست او كسيدة فضلة وام ليكي يعني ليكي وضعك وليكي مكانتك وليكي صلاحيات كتيرة جدا ان انت بعد كده مؤهلة ان انت تقيمي حياة جديدة بابجديات جديدة يعني بطرق مساوية ومستقيمة. انا شايفه ان اللي بيحصل ده واللي كل شويه بنشوفه على السوشيال ميديا ده يعني خراب وتشويه لكل ما هو اصيل ولكل قيمنا ولكل مبادئنا. يعني تخيلي كده انت ابنك حطيه في المكان اللي انت حطيتي فيه باباه في يوم من الايام، وده وارد جدا، ما تستبعديش الايام يعني قريبه وسريعه. بصي ملك مربي من عند ربي، ما ياخدكيش الحماسه والزهو ماشي في صدقيني سيدنا شوفي سيدنا موسى مين رباه وطلع نبي تمام. فقياسك او يعني طريقه تفكيرك صدقيني دي حاجه انا شايفه اللي انت عملتيه ده شو 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 تمام لغايه واضحه وصريحه تمام، انك انت تحققي تارجت معين لمحاميكي الله اعلم، للي انت بتشتغلي معاهم الله اعلم برضو، لكن ده لا يمثل
اي سيده مصريه فعلا اصيله تعرف وتفهم يعني ايه بيت ويعني ايه خلاف ويعني ايه معارض. طيب تعليق يا هندسه، انا هاخد تعليق الاستاذ هيثم دلوقتي، بس حتى الـ 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 الصديقات اللي انت عزمتهم ما حدش قال لك انه ده يعني مخالف لقيمنا وخلاص انت خدت الخلع، لماذا الاحتفال بيه بشكل استعراضي؟ من المعاناه اللي انا كنت فيها كانوا هم اللي عايزين يفرحوني مش انا اللي عايزه افرح، كانوا هم اللي عايزين يفرحوني. الحمد لله احنا معروفين مكاننا، مكان يعتبر ارياف، بس هو مش ارياف ولا حاجه، بس ماشي هنمشيه ارياف، بس احنا معروفين احنا ايه وتربيتنا ايه وسلوكنا ايه وماشيين ازاي. لا ارياف مش احنا كلنا من ارياف، ايا كان ايا كان. الاحتفال ما هوش عيب ولا حرام. الانتشار انا اتأذيت منه، ما كنتش قصده انا اتأذيت منه، بس حقق لي هدف انا عمري في حياتي ما كنت اوصل له. وهو ايه الهدف؟ ان انا قاعده قدام حضرتك. ما هو ممكن واحد طبعا ان انا قاعده قدام حضرتك، ان الناس بتشوفني، ان الناس بتشوفني علشان اقول عايزه حقي وحق ابني. طيب شو اعلامي فين؟ انا مش انا مش عايزه حد يعرفني. انت قاعده يا تاني استاذه سوا، انت قاعده في نقاش يتهمك بانتهاك القيم العائليه وبانتهاك التقاليد العائليه. لو الشغل زي ما حضرتك بتقولي انا قبلاه طالما هيجيب لي حقي وحق ابني، ما عنديش مشكله. يبقى كلامك خليكي امينه بقى مع الناس، قولي لهم ان لما تعوزوا تاخدوا حقكم اعملوا. حضرتك اخدت الاحكام، هعيد تاني، اخدت الاحكام، مفيش تنفيذ. كل وقت بياخدوا الفلوس وبعدين بيرجع للزوج. فين يا فندم؟ فين اجي لحضرتك؟ خليني اروح للدكتوره اوليفيا. دكتوره اوليفيا، انت يعني احتفلتي بالطلاق ومدام سوا احتفلت بالخلع، يعني ضيوفي هنا هيشوفوا ده انتهاك لقيم عائليه عشنا عليها يعني. مستحيل طبعا. وتجريح للازواج وظاهره لم نشهدها من قبل. اتفضلي. هل حضرتك شفت مشهد لما يشوف ميت بيموت وناس بتزغرط؟ عمرك شفت انت المشهد ده؟ اكيد طبعا. ميت بيموت ايه؟ انتهاك لحرمه الميت. ده مش انتهاك لحرمه الميت، ده هنا حضرتك انت بتقول ان الميت دوت عانى في حياته كتير، لربما يكون من مرض، لربما استشهد، فاحنا بنحتفل بيه انه رايح عريس للسماء. فانا هنا مفيش انتهاك لحقوق الميت. انا كمان هنا مش بعمل انتهاك لحقوق حد، انا هنا بحتفل بطلاقي لان ما حدش شاف المر اللي انا شفته في اثناء الزواج. انا لما جوزي يدعي عليا الجنان ويرميني في مستشفى الامراض العقليه عشان يحصل على الجنسيه الامريكيه، انا هنا من حقي بدل ما اعمل الحفله اعمل مليون حفله للطلاق. بس انت ممكن المجتمع اللي هيتضامن معاكي علشان عندك حق لما يشوف ده ما يتضامنش معاكي. حضرتك ما حدش يعرف القصه ولا عانى من القصه الا انا، فانا من حقي ان انا احتفل. المجتمع ونظره المجتمع للاسف الشديد ضد المراه ومش بتعطي حقوق للمراه. اين حق المراه المطلقه؟ قبل ما تسالونا احنا ليه بنعمل حفل طلاق، شوفوا ايه الاسباب اللي وصلتنا للاحتفال. عالجوها قبل ما تتدخلوا في حياتنا وتقولوا اذا كنا من حقنا نحتفل او ما نحتفلش. اذا كنتوا خايفين على المجتمع ان احنا ناذي المجتمع عشان بنحتفل بالطلاق، لا معلش انا اسفه، انا بدعو المسؤولين، وانا سامحني في الكلمه ديت، انا بدعو المسؤولين ان قبل ما يقولوا دي اتطلقت وهتاثر على المجتمع، شوفوا المجتمع بيعاني من ايه وعالجوه قبل ما يوصل لحاله الطلاق وحاله الاحتفال بالطلاق. طيب خليني اسال استاذه دعاء، انا عايزه اقول لها حاجه هي مهمه جدا. هو ممكن يعني التبريرات تبقى كتيره زي ما حضرتك بتقولي ان انت عندك تبريرات، بس ايه لازمه الشو؟ ايه لازمه ان انت تجاهري بحاجه؟ سامحني بس خليكي معايا للاخر، خليكي معايا. انا 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 كست انا حاسه ان انت عانيتي وحسيتي بمعاناه وظلم وقهر، ماشي، ده من باب ادعى ليكي ان انت تبتدي حياه جديده بطريقه جديده مش بطريقه غلط. عايزه اقول لحضرتك حاجه، الحياه في المجتمعات الغربيه ليها مفردات، والحياه في المجتمع الشرقي ليه مفردات، ولازم احنا يعني كناس معنيين وعلينا يعني علينا ضوابط كتيره جدا لازم نحترمها ولازم نأصلها، ان احنا تبعا للمجتمع ده نمشي ونتماشى معاه. احنا مش هنفرض على المجتمع احنا عايزين ايه، لازم نحط في اعتبارنا حاجه مهمة جدا، ان الست المصرية بقى عليها علامات استفهام كتير، وانا كست مصرية غيورة جدا على النظر لعمالة
تنزل في كل المجتمعات. انا سافرت بره وشفت قد ايه الست بره ليها كيانها وليها احترامها وليها تقديسها، مش من اي حاجه، من اللي هي بتعمله، من التزامها، من احترامها، من ضوابطها، من ان هي بتفرض على اللي حواليها ازاي يعاملوها وازاي يحترموها ويقدسوها. احنا دلوقتي بنشوف حاجات كتيره جدا دخيله على ايديولوجياتنا، دخيله على ثقافتنا، دخيله على عوايدنا. حضرتك لازم تحط في اعتبارك ان كل مجتمع ليه مفرداته، ليه اصوله، ليه ثوابته اللي لازم نخضع ليها ولازم طيب نقدسها. طيب خلينا نسمعها بقى دكتوره اوليفيا، ده تعليق الاستاذه دعاء، اتفضلي دكتوره اوليفيا. ايوه يا استاذ وائل، معلش سيدتي الفاضله استاذي الفاضل، معلش انا احب اوضح حاجه مهمه. اذا كنتوا انتوا شايفين ان احنا بنغلط ان احنا بنحتفل بالطلاق، ليه مش شايفين ان الراجل اللي احنا عشنا معاه هو اللي غلطان؟ والمفروض بدل ما تقيمونا احنا تقيموا الراجل اللي للاسف لم يستطع ان يكون لنا رجلا حقيقيا، فوصلنا الى هذه المرحله وهذا الحد. ما احنا قلنا يا احتفلي بينك وبين نفسك، ما تجهريش باحتفالك، ايه المشكله؟ حضرتك دلوقتي ايه يعني انا معلش ايه لازمه الزيطه والزمبليطه والزفه والفرح وفستان؟ لاني انا ليه؟ ده من حقي، ده حقوقي، ما فيش ماشي من حقك يا استاذه. انت ليكي وجهه نظر، انت ليكي وجهه نظر، يعني انت لازم تتقبليها مع نفسك، مش تفرضيها على الاخر ان هو يحترمها ويتقبلها. حضرتك انا ما فرضتش على حد، انا ده على الناس. امريكيه عايشه في مجتمع امريكي، انا ما فرضتش حاجه على حد. تمام، يبقى احنا هنا متفقين ان الثقافه عن ايوه بس ما انا هنا انت لو عايشه في مجتمع امريكي، بس ده لما تم نشره بهذا السبب يتعلق بزوج مصري وزوجه مصريه يعني، فهنا لا، هو حضرتك الزوج ما كانش مصري. طيب حتى بغض النظر، خليني في فلسفه الاحتفال نفسها، يعني فلسفه الاحتفال نفسها في كل الاحوال هتلاقي البعض حتى لو بيتضامن معاكي عشان انت عندك حقوق يعني، لكن هيقول هل في حد بيعمل حفل الطلاق ويرقص بهذا الشكل اللي انا شايفه؟ حضرتك هات لي حقوقي اولا، وانا ما احتفلش بالطلاق، عيشني بكرامه وانا ما احتفلش بالطلاق. قيم الشباب بتوع اليومين دولت اللي للاسف بينتهكوا حقوق المراه وبيدوسوا عليها ويذلوها، وانا ما احتفلش بالطلاق. فقبل ما تدور على اسباب الطلاق او شكل الطلاق والشكليات، فكروا في الجوهر. طيب حضرتك يعني هو سمير يعني يا فندم، هي القوانين هي بتقول الزوج مش مصري، يعني الزوج غربي او طبقا للقوانين او القوانين اللي هي المفروض الاوروبيه والامريكيه. مش عايز انا خليني في ظاهره يعني، عايز اقول هم هناك مش محججين الزوجه او متطلبات الزوجه، ولا القانون المصري كمان عايز يعرف او محقق طلبات الزوجه. اكيد الخطا في الزوجه، خطا في الزوجه ليه؟ لان النهارده بعد ما ترفع خلع عندها طفل، الطفل ده مع مين؟ لو العكس بقى، لو الطفل ده راح لابوه والله ما هتفكر في الخلع. ليه؟ بتفضل تاخد نفقه بتاع الطفل، ان كان لها معاش والدتها بتاخده، ان كان بتعمل شو اعلام زي طبعا اذا كان زي ما هي ما قالت او قررت بهذا الكلام مجيه عشان امر عام بتعايز توصل رساله لينا كلنا، وما عملتش احترام ولا للفقراء ولا للغلابه ولا لجيرانها. انا عايزك تتصل بحد، انا عايزك تتصل بحد من الجيران، عايز تتصل بحد من الجيران كده، جيرانها هي شوف رايه ايه. يا ريت اي حد كده من المعيدين يتصل من جيرانها المنطقه فين، ما اعرفش منطقتها فين. ليه متوقع جيرانها ايه يعني؟ اعتقد طبعا ما حدش هيحجبها هذا الكلام نهائيا، هذا الكلام ده مرفوض. ده نقول جيرانها اللي قريبين ليها اللي هي عماله تقول اصدقائي واصحابي. اتفضلي. كلامه باختصار، اذا اكرمت الكريم ملكته. الراجل ده لو كان اكرمني واكرم ابنه احنا مش كان مستحيل تاني مستحيل ان انا افكر في احتفال، مستحيل ان انا افكر في خلع. يبقى انت كده عامله حفل التشهير، تشهير اي حاجه، لان العلاقه ببساطه كانت هتبقى كلها محترمه بيني وبينه، لكن انا دلوقتي مفيش اي احترام. انا مش عايز اخش دور فرديه، ولكن لو احتفالي عدم احترام لي، لا وعدم احترام للمجتمع مش ليه بس. طيب يعني لا مش للمجتمع، لا مش للمجتمع. لو انا عملت احتفال وجبت قناه دريم تصورني، ما انت عملت احتفال وقناه دريم لا معلش لا 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 لو سمحت لا يختلف. انا منزلاها على صفحتي الشخصيه واتاخدت من على صفحتي الشخصيه، اتاخدت لان انا واحده شغاله في العمل العام وعندي صحفيين كتير على صفحتي. طيب وخلوني انا مش بلوم عليهم، بس خليني اخد الاستاذه شاي. مدام شاي كده، مدام شاي اهلا بيكي. العمل العام منين بتقولي على صفحتك ومنين؟ مساء الخير، اهلا بيكي يا مدام شاي.
اهلا بحضرتك. بص حضرتك، انا او يعني انا من 8 سنين المفروض ان انا عملت الاحتفال بالطلاق ده. اوكي، من 8 سنين عملت احتفال؟ ايوه، يعني انا يعتبر بقى كده لو هو النظام يبقى انا من اوائل الناس اللي عملت كده، بس انا عملته في البيت عندي يعني عزمت اهلي احتفالا بالطلاق. اوكي، عملت دعوات حالة فردية دي؟ حالة لا 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 لا، ما في البيت عندي وكل اهلي اللي انا بحبهم واللي كانوا عايشين معايا المعاناة جم وحضروا معايا الحفلة. المفروض ان انا بس في مبدأ احنا عايزين نتفق عليه، الاحتفال ده عبارة عن ايه؟ مش ان انا ابقى مبسوطة بحاجة، بنجاح ابني، بنجاحي، الاحتفال كده. يعني احنا عاداتنا وتقاليدنا اللي حضرتك بتتكلم عليها، ان احنا بنتكلم الاحتفال ده عبارة عن ايه؟ ان انا اكون مبسوطة بحاجة وبحتفل بيها. انا لو نجحت في، لو خدت مرتب زيادة بجيب تورتايا واحتفل. هذا يعتبر بالنسبة لي اني انا كنت فرحانة، واعتقد ان كل اللي عمل الطريقة دي او اللي عمل الاسلوب ده تحت بند ان احنا فرحانين، ان انا وصلت المرحلة اني انا مش قادرة اكمل، طبيعي جدا ان انا بحتفل بحاجة انا وصلت لها فرحت بيها. اوكي، وكان من ضمن الناس اللي جم، يعني حاجة صغيرة او حصلت من ضمن الناس اللي جم يحتفلوا معايا، كان حد غريب معانا كان مستغرب جدا وبيقول ايه المجنونة اللي بتعمل كده. النهاردة بيقول لي كان ليكي حق، علشان هو بقاله 8 سنين بابا ما شافهوش، سايبه طفل، والنهاردة كنت بحتفل بيه من يومين اثنين بان هو تم 16 سنة، ولو بابا شافه في الشارع مش هيعرف. يحقني ان انا يعني افرح بلقطة زي كده ولا لا؟ هي ولا شو ولا كسر العادات. انت عارفة هو بس مدام شاهد، معلش استاذ وائل، انا اول مداخلة تلفزيونية، والله يسعدنا ان شاء الله وما تكونش اخر مداخلة، يسعدنا دايما. يا ربي يخليك. في مع الاستاذ اللي قاعد مع حضرتك، اوكي، بيقول الجيران، وما لهم الجيران؟ هم كانوا معايا في المعاناة اللي انا كنت فيها، ما لهم الجيران؟ الجنمل، انا واحده بجيب بحاجه بحتفل بحاجه مبسوطه يعني بيها، عشان يعني دول بيمثلوا الاسره المصريه، بيمثلوا الاسره المصريه اللي انا بشوف كل امورك هل هي صح ولا غلط. ما بتقول زمايلي واصحابي هم اللي فرحوا معايا، وبعدين انت بتقولي ده، واللي بتقولي ده يا استاذه دي حالات فرديه لا يجوز القياس عليها طبعاً. يعني النهارده نفترض ان هو زوج، معلش، سلبي او غير ايجابي، مش بقول لك الناس كلها كويسه، على فكره حضرتك دي حالات فرديه ما يجوزش القياس عليها بصفه عامه في الناس كلها اغلبها كويسه. وبعدين احنا بنتكلم في امر يخص المجتمع كله، احنا بنتكلم وقت على الناس كلها سمعانا. طيب خليني معلش، عشان معلش بس ممكن حضرتك تسمعني، انا هسأل حضرتك سؤال. هو حضرتك لما الست بتعاني في البيت، هو المجتمع المصري بيعمل لها ايه؟ انا اللي بعاني وانا اللي بشيل مشاكلي وانا اللي بحل مشاكل المجتمع، او انا كمان لما افرح هتحاسبني لما اجي افرح؟ افرحي، افرحي مع نفسك. لا انا عايزك انت بقى ابنك ده لما يعرف انت عملت حفله عشان اتخلعت من ابوه او عشان اتركت من ابوه، يا ترى هتكون انت شكله ايه قدام ابوه؟ حضرتك عايزه المجتمع يعني 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 مش عايز يشوف وش ابوه ولا يفرح نفسي، ولا لو شاف وش ابوه في الشارع هيعرف؟ هو عشان ما انا قلنا ده حالات فرديه، انا بتكلم بصفه عامه. لا انا مش عايز اتكلم مع شخص حاجه بتجمع، بتلاقي نفسك ان انت اضطريت ان انت تفرح. انت في ايه؟ انا ما افرحش كمان، انت بتستكثر عليا ان انا افرح. استاذه افرحي مع نفسك، انا ما تفرضيش فرحتك على الاخرين. على فكره انا على فكره انا ولا نشرتها على يعني حضرتك، انا مش ضد ان انت ولا نزلت لي صوره، يعني معلش حضرتك اسمعي، المجتمع ولا كل الناس والجيران، انا ماليش دعوه بالمجتمع، المجتمع ده ما بيفيدنيش بحاجه حضرتك. ما حدش في المجتمع حاسس بيا، خلاص حضرتك خليكي مع نفسك، عيشي في معزل. على فكره وانا عملتها مع نفسي وعملتها بيتي وعملتها في وسطي، ليه مفردات وليه معطيات، ولازم نحترمها، لازم نقدسها، على فكره. على فكره اكام من الحاجات بتحصل في الحياه وفي مصر هنا هو مش محترم، يعني ما حدش يعني ماشي على العادات والتقاليد دي. لا حضرتك انت بتقولي كلام انا ما سمعتوش. لا معلش، لا انا لما افرح وابقى انبسط واجيب فرصايا واجيب احتفل بيها انا حره. حضرتك دي يا استاذه ما ينفعش ان احنا ننادي بيها، ما ينفعش ان احنا نتباهى بيها. على فكره انا مش احنا عندنا اولاد لازم نعلمهم قيم، لازم نعلمهم اصول، لازم نعلمهم ضوابط اجتماعيه. وانا عشان لما اصلا ما يشوفوش بقاله 8 سنين، هو ده الاصول حضرتك؟ يعني هو يبقى رد فعلك ان انت بقى تعالجي الغلط بغلط، تقعدي بقى تمسكي زيت وزمبليت وطبله ومزمار وتقولي يا ابوه ده عمل مسوى ولا ايه؟ معلش
لا معلش سوري انا عايز انا مش عايز خلينا اسمع بس شنيع على التليفون مدام شايت اتفضل اتفضل اه معلش بص حضرتك هو الغلط اني انا تحسسني ان انا غلطانه في فرحتي يعني هو ده انا بعتقد ان هو ده الغلط انت عارفه يعني الـ انا لما اجي افرح حضرتك تحسسني ان انا عملت حاجه غلط انت عارفه الطلاق حتى لو كان مفيدا لطرف او هو مطلب طرف لكن في النهايه مش مفيد بياتي على انقاض اسره يعني بالزبط. فبالتالي هنا فكرة الاحتفال مع الطلاق وإلا يعني كنا عاهدناها في المجتمع المصري يعني زي ما بنعمل حضرتك أنا ولا زي ما بنعمل فرح فنعمل أيضا فرح للطلاق يعني معلش أنا ما صورتهاش ولا نزلتها على السوشيال ميديا ولا نزلت حتى على الفيسبوك تمام حضرتك أنت كده تمام أنت كده افرحي وانبسطي وألف ألف مبروك مش ذوقك خالص بس الكلام ده من 8 سنين خلاص انا نسيت الموضوع ده اه بس انت مش معترضه على اللي يحتفل علانيه يعني اه طبعا بس مش لدرجه ان احنا نعملها حفلات وننزلها سوشيال ميديا بالطريقه دي بس على الاقل ان انا افرح اه طبعا افرح في جزئيه بقى عايزه اقولها طيب. معلش خليكي معايا مدام شاي عشان بس واحنا بنناقش ده انا استاذه عايزه بستاذن حضرتك عشان بس استاذه عشان نقطه عايزه تقول ايه بسرعه عايزه اقول هي بتقول انها بتشتغل في العمل العام وعندها صحفيين اوريدي على صفحتها وفي نفس الوقت نزلت الفيديو يبقى ده شيء مقصود ومع سبق الاصرار والترصد هي قصدها ان هي توصل رساله معينه للمجتمع هي لو عايزه ده ما يطلعش واضحه وصريحه هي لو عايزه ده ما يطلعش ان هي عايزه تعمل شو بروباجندا لشيء معين ولغايه معينه الله اعلم بيها افكارك تخصك استاذ هيثم استاذ وائل شايف ده ازاي استاذ وائل بس عشان احنا ايه دخلنا في متاهات كتير كده وظروف وقوانين واحنا في مجتمع كروي وانتهاك وتشهير لا هو انا بدل ما الدكتور سمير يفكر هو جاي عشان في قانون ان هو يمنع مظاهر الاحتفال لا احنا نفكر في قوانين لتعديل سلوكيات الأسرة المصرية او نفكر في قوانين لاسترداد حقوق الاطفال اللي هم نتاج الخلاف الزوجي او نفكر في قوانين للرؤية او الاستضافه او تعديل قوانين الاسره عامه تمام انما عشان احنا نستخدم الفاظ ونهاجم بالزيطه برضه والزمبليطه اللي الناس بتهاجم بيها وده ليه وبيحصل ليه او المجتمع المصري ايه اللي جرحه في ان انا احتفلت باي مناسبه عندي في البيت ايه اللي جرح المجتمع المصري او ايه القيم والعادات اللي تهدد ان انا عملت احتفال ان الناس إيه بتتعامل إيه؟ ان الناس بتتعامل مع الطلاق دائما على انه ابغض الحلال عند الله لكنها حلال بتتعامل معه ماشي ما ولكنه لكنها حلال لكن بتشيل الأمر يعني ان انا اللي هو حضرتك بس يا جماعه بس لو سمحت ان الطلاق يؤدي الى لازم تقول كده يؤدي الى تفكك اسري ويؤدي الى ان بيت بيتهد وبالتالي هنا لا يبقى حضرتك بقى نخش بقى في الحاجات الثانيه بقى اللي قبل اللي وصلت للطلاق نبتدي نبص في الحاجات التانية نبص في الاعلام اللي بدا ياثر في الطرف واحد ولا تحت طرفين نبص في القوانين اللي اثرت في الاسره المصريه نبص لحاجات كتير كل ده نبص اثرت على لكن انما ده نهايه القصه دي نهايه يا فندم الحق دي نهايه القصه يا دكتور سمير دي نهايه القصه نهايه القصه حضرتك انا احتفلت بعد ما الاسره اتهدت احتفل انا احتفلت بعد الاسره ما اتهدت انت هنا عايز تكرس اتجاها جديدا في المجتمع يا جماعه زي ما يا جماعه استنى بس يا جماعه زي ما بتعملوا فرح حفل الجواز كل واحد لان خلي بالك الراجل كمان ما لو سمحت يا استاذ الراجل كمان ما هو بيطلق ما هو ممكن يعمل حفل ما يعمل حدش قال له لا ندخل بقى في حفلات طلاق ما حدش قال له لا المشكله ما احنا في حفلات طول اقول لك المشكله يعني ايه المشكله يعني ما في الصعيد بيعملوا حفلات طول طب ايه المشكله استاذ هيثم ما حد قال لهم لا ده عيب يا استاذ هيثم بعدين لا يا فندم لا انا قياسي صح انا احتفل زي ما انا عايز بالوقت اللي انا عايزه لا انا اعمل اللي انا عايزه في حياتي الشخصيه انت اللي تدخلتي في حياتي الشخصيه ودخلت خدت الصور خدت الفيديو هل القضيه راي عام هل القضيه انت عملتيها راي عام وعملتيها بروباجندا انت اللي عملتيها بروباجندا مش انا عملت انا صورت حفلتي ونزلتها على صفحتي الشخصيه
انت دخلتي وخدتي الصور وخدتي الفيديوهات وبدات تنزليها في السوشيال ميديا. انا اقدر اقاضي كل المواقع. يعني هي اللي خدت عايزه الحاجات دي. تمام. يعني لو سمحتي يا استاذ وانا انت اللي تدخلتي في حياتي الشخصيه ودخلتي صفحتي الشخصيه. ليه هي ما كانتش عايزه اللي ده يطلع؟ ده انا قبل ما اجي الحلقه دي انت حضرتك دخلتي صفحتي وبتقولي لي انت منزل الهزار مع زمايلي. ده انت استاذ هيثم. لا استاذ هيثم انت اللي هتتحدثي. حولي قصيتي ايه انا؟ انت حولتي قصيتي انا لمشكله عامه. لو سمحتوا استاذه دعاء لو سمحتوا يا جماعه انت اللي حولتي قصيتي لمشكله عامه. لو سمحتي يا استاذ هيثم يا دكتور عايز افهم حاجه. ايه العصبيه حضرتك؟ لو سمحت في قانون حضرتك قانون الاحوال الشخصيه من غير عدل صوت. طب اعرف عدل صوت دي واحده بس استاذ هيثم. لو سمحت مش هينفع كده. موجود في مجلس المعارضه انا هيطلع ان شاء الله. مش هينفع. عارف مين المعترض عليه؟ انا من 2011. عارف مين المعترض عليه؟ الستات المراه. عارف ليه؟ طب قول للدكتور. لا اقول لك انت. قول لي ايه دكتور سمير؟ لو سمحت لو سمحت لو سمحت بس لو سمحت استاذ هيثم، هو احنا بنتكلم يعني في قضيه تحرير القدس؟ انت بالعصبيه بتطلع عصبي قوي. لا اصل تهكمها وحش. انت عصبي ليه؟ تهكمها وحش. عايز افهم انت عصبي يا فندم. هي تهكمها اصلا. شوف انت بتكلمني يا استاذه دعاء. لو سمحت لو سمحت مش ذنبي دي قضيه. لو هتتكلم بهذه العصبيه يبقى بلاش نكمل الحوار. انت بتتكلم بعصبيه في قضيه اجتماعيه مش محتاجه العصبيه دي. امال لو بناقشك في قضيه تحرير القدس او في قضايا الامن القومي هنعمل ايه؟ طب ايه ده بقى؟ ايه ده؟ يعني. ايه ده؟ احنا بنناقش قضيه اجتماعيه بنشوف هل ده انتهاك لقيم عائليه ولا لا؟ بهدوء شديد. ايه اللي واخدك كده بال انا حضرتك اديني اشوف انت بتتكلم بهدوء اهو حلو قوي. اديني قاموس لهذه القيم والعادات عشان اقدر امشي عليه. خلينا نكمل بعد الفاصل. بس مش محتاجه الزعيق ده. هي عملت احتفال وغيرها بيعمل احتفال. في ناس شايفة ان ده تحطيم لقيم عائلية وخلاص. نناقش ده بهدوء يعني. هطلع فاصل ونكمل معاكو. هي نفس السؤال يا جماعة. يعني الاحتفالات بهذا الشكل لان الحياة المجتمع المصري لم يشهدها يعني. ومفيش حد بيقول انا حفلة طلاق او حفلة خلع يعني. هل ده بيكسر وبيحطم قيم وعادات عائلية وتقاليد عشنا عليها؟ هل ده كمان استفزاز اجتماعي؟ هل ده كمان تجريح للأزواج والزوجات إذا الزوج عملها أو الزوج عملتها؟ بعد الفاصل. مشاهدينا نحييكم من جديد. خلونا نضع القضية في إطارها. هل أحيانا نتيجة شعور المرأة بالظلم الشديد فتبحث عن انتصار ويأخذ هذا الانتصار شكل الشو والاستعراض فتقيم حفلة طلاق وبالتالي علينا كمان أن نبحث في الضغط النفسي والمظالم التي يمكن أن تتعرض لها، ولا هذا الشو والاستعراض يضيع قضيتها العادلة؟ خليني أسأل معايا على هاتف شروق. استاذه شروق اتفضلي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير اتفضلي يا فندم. والله انا بحيي كل ضيوف حضرتك. بيحيوك يا فندم اتفضلي. ربنا يخليك. انا بس انا يعني عايزه اقول كلمه صغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. فامسانكم بمعروف او تسريحهم باحسان. صدق الله العظيم. يعني انا قلبي مع كل ام بتتطلق وبتنفصل وخصوصا لو كان في اطفال. بس الحقيقه ان الطفل اللي موجود عندها هو ما اختارش ان هي تكون امه ولا اختار ان زوجها اللي هي خلعته يكون ابوه. القانون الوضعي بتاعنا ادها الحق كويس قوي وحفظها كل حقوقها من نفقه لحضانه لمتعه لمسكن لكل شيء حتى الخلع. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ردي عليه حديقته. تمام. هي لجأت للمحكمة وعايزة تفرح ان هي بتبدأ حياة جديدة. كويس قوي. هي فعلا لو بتصحح حياتها وعايزة حياتها تمشي سليمة يوم ما هتبقى حياتها صح مش هتفكر ابدا في أذية زوجها مهما كان أذاها. ابو ابنها صحيح. ابو ابنها او بعد اذن حضرتك يا استاذة دعاء حتى لو هي ما انجبتش منه. صحيح.
في ايام في عشره صحيح. والحقيقه انا في حاجه ما فيش حد تطرق ليها انا بعنيها كويس قوي لكل بنت مقدمه على الجواز. لو سمحتي تحملي نتيجه اختيارك. لو كان زوجك ما طلعش هو الاختيار الامثل ووراكي كل انواع المعاناه فلكي ان تتحملي جزء من المصيبه. لازم نتحمل مسؤوليه الاختيار الخاطئ. يعني احيانا الناس لا يكتشفون بعضهم البعض الا عندما يعيشون مع بعض. نتحمل نتيجه اختيارنا. نتيجه الاختيار بتاعنا ده بيتحمله الابناء. طيب يعني انت في المجمل ضد حفلات الطلاق؟ انا في المجمل بقول لها احتفلي بشيء واحد، ان انا بعمل ستوب لحياه هتاذي ابني او هتاذيني انا نفسيا. انما لا يجوز على الاطلاق ابدا ان شريعتنا وتقاليدنا وعاداتنا وبابا وماما اللي ربونا ازاي نحترم الزوج ايا كان، حتى لو هو مفتري روح لحال سبيلك، لا اشهر بيه ولا يشهر بيا. بعدين احنا بنعمل ازمه نفسيه لكل الاطفال. في سيدة فاضلة تحدثت من أب وقالت هو مش عايز يشوف وش أبوه، كيف لك يا سيدتي أن تقولي ذلك؟ بالعكس النهاردة أنا لو منفصلة وعندي ولدين أنا أعلمه حتى لو أبوه ما بعتلوش مليم يا أبوك هو اللي جابك في الدنيا صحيح. المفروض أنت تحترمه حتى لو ما بيصرفش عليك مليم. بنت أصول. والحقيقة القضية اللي أنتوا فيها دي بتسبب حاجة شديدة جدا وهي عقوق الأبناء للأباء. طبعا. تخش على حتة تانية خالص. صحيح. أنا بقول لها احتفلي بحياتك الجديدة بمبدأ واحد، إنك أنت عملتي ستوب لحياة بتخسري فيها كل يوم أعصابك على رسمة من فوق. هو كان ظالم، رب العباد هيحاسبه. والقانون جاب لك حقك. خلاص. إنما إن أنا مش عايزه الحقيقه اجرح في حد او اخش في نيه حد اقول هي بتعمل بروباجندا ولا الاستاذه دعاء زي ما الاستاذ المحامي الفاضل قال لها دلوقتي بتعملي بروباجندا ولا هنقول الاستاذ وائل الابراشي بيعمل بروباجندا. لا 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 هنخش في متاهه. الحق واضح. في خطوات حصلت باينه انها ما فيهاش اتزان نفسي. انت لو متزنه نفسيا الحقيقه انا شايفاها قاعده حزينه صحيح ومضطربه وزعلانه وعندها مسؤوليه كبيره هتربي ابنها. طيب ما انا عايز بقى اخد القضيه في الاتجاه ده. مش جايز ده تعبير عن مظالم ما يمكن ان تتعرض لها المراه، ضغط نفسي شديد وبالتالي بتطلعه المظالم في تحقيق الانتصار. الاول هو الله، اما الباب الثاني فهو القانون. طب عايز اسمعها كده بتقول ايه يا مدام سهى. الباب الاول هو القضاء. طيب خليني استاذة شروق اسمع بس مدام سهى اتفضلي. بقول لحضرتك ولحد دلوقتي بتعرض لمظالم، يعني حتى الفرحه انتم مستخسرينها في الست اللي عايزه تفرح، الست اللي اتذلت، الست اللي شقت، الست اللي شالت مسؤوليه وبقت راجل وست في البيت وتعرضت لحاجات كتير جدا، لمظالم كتير جدا من المجتمع، ويوم ما فرحت مستخسرين كمان فيها الفرحه. طيب لا انا افرح. استاذة دعاء خلينا بس يا جماعه، مش جايز ان زي ما قلت لك انه ده تعبير عن البحث عن انتصار معنوي. بص انا في جانب في ظل ضغوط نفسيه. انا حزينه من رد فعلكم على فكره. أنا مش حزينه على الطلاق، انا في قمه السعاده ان انا خلصت من انسان ملوش اي تواجد في حياتي، ما عندوش اي مسؤوليه. هو ما حدش كلمك في الخلاص من لكن من انا متبقاش انا ليه بتقول وبرده الدكتوره او بتقول ان شكلك حزين. لا انا حزينه من رد فعل لا الناس. لا انت حتى في البيت او جزء من الناس، لان في ناس معايا برضو على فكره. يا استاذه خليني بس انا عايزه اقول لك تاني، انا مش ضد ان انت تفرحي، افرحي بس احتفظي بفرحتك بنفسك. حضرتك ممكن ما تشوفيش فرحتي والله. يا استاذه انت معنى ان انت حاطه فيديو على صفحتك ومعاكي صحفيين ومعاكي خلاص انت حره تحملي تبعات، يبقى ما تقوليش بقى مش عارفه ايه. انا حره في تصرفاتي بالكامل. بس مش حره، انا حره في تصرفاتي بالكامل. العادات والتقاليد اللي حضرتك بتتكلمي عنها انها تمثلك انت، وانا ليا عاداتي وتقاليدي، وانت حضرتك ليك عاداتك وتقاليدك. لو قلت النهارده لبست لبس ما يعجبنيش حضرتك مش محجبه، انا محجبه، ممكن اقول لك انت ليك عادات وتقاليد مش بتاعتي.
يا استاذه تحاسبي عليه وانا حاسبك وانا احاسبك وانا انا دلوقتي احاسبك في جنبك وتسمعي الكلام. معلش لا 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 حضرتك بتمثلي. خليني اخد استاذه دعاء عشان نشك الناس بس معاك. نواس في حياتك عندك حاجات متكامله. انا نفس الحكايه. انت بتجري انت حره وانا حره. بتجري بايه يا استاذه؟ طيب يا جماعه بس عشان نشك الناس معاك استاذ. دي مش حاجه حلوه على فكره خالص اللي انت في نظرك. في نظرك حاجة عائشة من جيزة. في نظرك مدام عائشة الناس اللي شبه دماغك انتوا احرار. مين انتوا احرار؟ انتوا مين؟ انتوا مين؟ استاذة دعاء لو سمحت عشان يا استاذة دعاء انا عايز حد يحط نقطة من اول السطر يا جماعة. حاضر حاضر مدام عائشة اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي حضرتك والسادة الضيوف بيحيوك. اتفضلي حضرتك. انا ام لبنتي رفعت قضية طلاق بعد ما فكرت وقعدت معاه وقالت له انا هبيت من كل حاجه بعد ما مسكته بيخونها ومعاها بنت وولد. وبعد كده ساومها على الطلاق كمان. قالت له انا متنازله عن كل حاجه مش عايزه حاجه وهبيت من كل حاجه. وانت قاعد يتسرب يعني هي بتتنازل وهو بيتسرب. وبعد كده راح اتجوز اللي كان بيخونها معاها وعمل حفله واولاده شافوا المنظر ده عنده على الفيس والصور وعمل احتفال وفي الصحراء وعمل حاجات دي كلها وما رعاش شعور ولاده. اسمها ان هي بقى مستكترين عليها انها تفرح. انا عن نفسي كأمها بقول يوم ما تتطلق انا هعمل لها حفله وهذبح واوزع لله في ديالها. اعزمينا يا مدام عائشه. اعزمينا يا مدام عائشه. ليه؟ ليه تحللوا ابنه هو وما رعاش شعور ولاده واتجوز وعمل حفله في الصحراء وعمل مش عارفه ايه وعمل ايه وعمل ايه ومع مين ومع اللي خانها معاها. وتفكروا دلوقتي انكم تلوموا الست انها بتفرح وشايله عبء جامد بنت وولد ومسؤوليه جامده. ما تقلقيش انا هفضل فرحانه والله مهما كانت ردود الافعال هفضل فرحانه. هل هل يا مدام عائشه وابني لما يكبر هيفرح؟ مدام عائشه هل مجتمعنا عاشرونا بالمعروف وفارقونا باحسان. يا سيدي خلي في ود بينكم وبين بعض. بلاش الرؤيه وبلاش الكلام الفارغ ده. في ود. دي قالت لك هتنزلك عن كل حاجه ومع ذلك قعدت تتسرب. قالت لك لا خلاص بقى انا هاخد حقي بالقانون. راحت رافعه قضيه الطلاق لسه في الجلسات الاولى. طيب هو بس الاعتراض مدام عائشه على فكره الاحتفال الاقامه حفله احتفالا بالطلاق. يعني انت اكيد يعني ما يعني انت كأم ما شفتيش ده في المجتمع المصري. يعني اتجوز وعمل حفله وعمل مش عارفه ايه مش ده جرح شعور الاطفال في الزواج بيعملوا. ما كل هويه لو اتجوزت وعملت ما هو بنتك بعد الطلاق لما تتزوج ان شاء الله تاني. لا لا بنتي بالعكس بنتي هتعمل حفله. بالعكس دي البنت الست لما بتقعد من غير جواز بتوفر 80% من مجهودها اللي كانت بتقدمه للراجل اللي ما عملش بيها اللي ما عملش حساب ليها لليوم الاول ولا لعشرتها ولا لصيانتها ليه. اصل لو كرست ده يا مدام عائشه يبقى كل رجل ايضا ازاي يجرح مشاعر الاطفال وانتوا زعلانين ان امهم فرحت عشان اتطلقت من ابوهم وجرحت. انا ما حدش زعلان. احنا بنناقش هل هذه الحفلات يعني ما هو في النهايه ده ممكن يكرس يعبر عن فرحته. هي لغايه دلوقتي ما جرحتوش ولا سمعت عنه اي كلمه ولا قالت عنه اي كلمه ولجأت للقضاء. لا ده التورته مكتوب عليها يا فلان بتاع يعني لا فيها هذا للزوج. طيب مدام عائشه مدام عائشه بشكرك معايا. ايناس استاذه ايناس اتفضلي. استاذه ايناس ازيك يا استاذ وائل؟ اهلا بيكي. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ الاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه. اولا سلامي للجميع. ثانيا حضرتك اكبر من انت تناقش مواضيع زي دي. ده في نظري انا لان حضرتك قامه كبيره عندي ودي مواضيع اسريه تافهه وكل يوم بيتطلق مليون واحده. بس اللي بتعمل حفله دي تاكد يا ابني انها كانت مقهوره فوق الوصف وكانت متدمره نفسيا ومعنويا. دي الحفله بتاعتها دي الأقل بتقولها بصوت عالي. هي من جواها عايزه تصرخ وتسمع العالم كله قد ايه هي كانت تعبانه مش قادره تقول اي من كتر ما اتبهدلت في المحاكم واتبهدلت معاه واتمرمطت. حضرتك انا ست كبيره وشفت حالات زي كده كتير وعارفه ان اللي بتعمل حفله احنا ما في. وبعدين حضرتك بيقولوا القيم والمبادئ. قيم ومبادئ ايه؟ هو كل يوم الرجاله بتعمل مليون تسميه عن الست وبتطلع فيها القطط الفاضيه ومحدش بيحاسبهم. ولا انت بتقولي ايه؟ المحاكم اللي بتقعد فيها بالسنين وما بتاخدش نص حقها ولا ربع حقها.
في ايه؟ هو لما فعلا واحده تبقى متدمره نفسيا ومعنويا وماديا ومستنزفه ماديا وعاوزه تصرخ وتقول اه من جواها وبتعبر عن نفسها بحته حفله بتورته باصحابها بحاجه، المجتمع ده يضره في ايه ولا ده يأذيه في ايه؟ انا عايزه افرح بطريقتي انا حره. وبعدين زي ما قال الاستاذ اللي كان مع حضرتك ان هو اللي هي الفرحه دي على صفحتي، هو مليون واحد بيتفرج على النت، كم واحد بيخش على الصفحه؟ طب استاذه ايناس، استاذه ايناس، استاذه دعاء، يعني بس عايزه تعلق بالمنطق ده بقى، ندخل في طور التفكير الخرافي الخزعبلي في ان احنا بقى نعمل زار لما احنا بقى نتعب نفسيا او نتعب بدنيا، يعني حد من عمره عشان نطلع الطاقات السلبيه اللي جوانا. طب خلينا بس يا استاذه نتكلم في الموضوع عشان الاطفال، علشان انا يعني انا مش سامع حضرتك، يعني اديني فرصه بس اوصل لك اللي انا عايزه اقوله من فضلك. يا حبيبتي انت يا استاذه خليني اوصل يا واحده يا واحده بصوت عالي، دي الاي بتاعتها مش يا استاذه انا مش ضد انها تقول اي، ما تقول انا مش ضد انها تقول، بس مش تفرض ده على الاخر، مش تفرض ده ان هو ده اللي بيقوله. يا استاذه مكوره وتعبانه يا استاذه، يا كنتي تعبانه على راسها نعالجها، خلينا محدش هيسمع كده يا دعاء. طيب حضرتك ما تقدريش تحكمي عليا الا لو حطيتي نفسك في مكاني وشربتي اللي انا شربته، ساعتها تبقي تقولي بقى. انا مش ضدها مدام ايناس قالت يا جماعه بس لو سمحتوا، بس دكتور سمير هي بتقول ان هذه الحفله يعني هي بمثابه صرخه احتجاج من مما عاشته يعني، فانتوا زعلانين ليه؟ يا فندم تعمل اللي عايزه تعمله داخل بيتها من غير ما توروه لنا، هو اذا كان حط على الفيس ده بتاع حد بتاع الناس كلها كده سمحت ان هو ينتشر وهتعمل وكده، ده امر ايجابي ولا سلبي في المجتمع؟ حد شافه؟ حد سمع؟ بعد اذنك يا استاذ دعاء، النهارده انا لما اجي افرح واعمل معلش منظر مخل بالاداب هتلومني وهتحكم ولا لا؟ ما ده زيه يعني، هو كل عايز يفرح على لا 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 يا فندم، يا فندم يا فندم، اي حد عايز يفرح بعد اذنك، بعد اذنك يا استاذ، بس هو سؤال انا عايز اساله، بس انا عايز اساله، ما بحطش حاجه خالص، عايز اذنك بس يا استاذ، انا احتفال بيني وبين اصحابي ماشي، وصل لنا ليه؟ وصل لنا ليه؟ وصل للعزه دي واحد، وصل للناس كلها، بس عشان بس بص يا استاذ، انا سامع ان عندك ثلاثه اولاد، انت عندك كام ولد؟ ثلاثه ولا ولد بعد بس؟ ثلاثة. انت متجوزة كم مرة؟ مرتين. مرتين ولا ثلاثة؟ لا مرتين. والمرتين الجوز كان وحش يوم؟ الأول احنا هنحاسب يا ابني، انا عايز اقول، عايز اقول يا اخوانا مش هنحاسب امور فردية ولا شخصية، لا لا بسأل يعني، عايز اقول هي لسه صغيرة، هي لسه صغيرة ليه يعني؟ هو النهاردة اخطأت في الأولاني قلت له اخطأت ايه؟ اكيد يا اخوانا دي عاد فردية، اللي عايز اوصله ان هي حالتها فردية مش عامة، واخد بالك سعادتك، انا بسالك السؤال ده، ما انا مش عايز اخش في امور فرديه، دي امور فرديه، دي امور شخصيه، زعلان ليه من حياتي لما حد انت انت فردية. انت بقى انت بقى طلعت الحته الفرديه دي للعامه ليه؟ ما دي امور فرديه، هي بتاعتك، ما حد سمع صوتك عن الاولاني ولا الزوج الثاني، سمع عن الاولاني ما عملش كده، كويس تليفون تمام، يبقى ده امر فردي، يبقى الزوج ده مش هو، هو مش هو المجتمع، مش هو اللي عمل الكابت ده، ده حاله فرديه، انت برافو عليك، قلت مش جاز الازواج، حد بعت لي بيقول لي مش جاز الازواج بعد الحفلات دي يخافوا انهم يظلموا الست، هيقولك بس ده تعمل عليا حفله، ما اخش اخش، بص يا انا مش هطلع سعادتك، ده 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 دخلنا بقى كويس، دخلنا في الانانيه بعد اذن، واحنا مش هنعمل بعد دخلنا في الانانيه استاذه، بص بص يا فندم، دخلنا بص بس دخلنا في الانانيه، انت معاك فلوس الاداره العامه للتنفيذ اتواصلت معايا امبارح، وان شاء الله الاداره دي هتتنفذ بسبب الحفله، بسبب الحفله احنا الوقت ايا كان، يبقى القانون محتاج حفله يا جماعه، يعني انا عشان انفذ تنفيذ القانون محتاج حد، القانون معايا قلبا وقالبا، لكن تنفيذ القانون القانون، استاذه زينب من الجيزه، استاذه زينب القانون خلعك، ايه التناقض ده استاذه زينب؟ فين الحقوق؟ ايوه القانون خلعك، فين؟ اتفضلي يا استاذه زينب لو سمحتوا يا جماعه، ودي اول حاجه حققها، السلام عليكم، من حقي عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. بحيي حضرتك، بحيي الحلقه كلها، وعايزه اقول للاستاذه دعاء، انت حضرتك تعرضتي لاي مواقف من المدام قاعده قدامي حضرتك، انا عامله رساله الماجستير بتاعتي عن الطلاق، واول واحده فتحت الملف وعملت مبادره اسمها طلاق بلا نزاعات، وكان ليا الفخر والشرف ان سياده الرئيس اتكلم عنها حضرتك، ده حاجه بسيطه كده من ضمن الحاجات اللي انا اشتغلت عليها، وعامله كتاب اسمه مطلقات ناجحه، فحضرتك معايا حالات كتيره جدا من نماذج مطلقات فضليات
فضليات قدروا ان هم يبتدوا حياتهم بطريقه سويه ومستقيمه وعلاقه ما بين الطرف الاخر اللي هو ابو اولادها او طلقها سويه جدا ومستقيمه. واجيب لك ده موثق. طب اسمعها بقى اسمعها. عندك اكاديميه البحث العلمي وعندك كليه التربيه العين شمس موجوده. يا جماعه نقطه حد بس الجمل الموصوله مع بعضها مش هسمع. شغلي اتباهى بيه. استاذه زينب اتفضلي. ايه اللي دفعها ان هي تعمل خلع الزوج؟ اللجوء للخلع حق قانوني، وانما احنا بنناقش فكره الاحتفال على جثه زوج واسم زوج مكتوب على التورته في اكثر. الزوج ايضا يمكن ان يحتفل اذا طلق، الزوج كمان اذا طلق ممكن يحتفل وهكذا، وننشر حكايه الحفلات. الاستاذ اللي قاعد جنب الاستاذه دعاء اهان المدام بطريقه وحشه جدا وبيقول لها ان انا ما اهنتش حد يا فندم، انا بتكلم على اصول وهي اهم الشعب المصري واهم الكره المصريه واهم الشعب. يا فندم انا مش عايز احنا ما بنغنيش حد، بنقول ان في امور فرديه مجلس القياس عليها. حر منك وما رحمتش ان هي اساسا اتطلقت في السن دوت، وبعدين جاي دلوقتي. طيب احنا مش ضد الطلاق وضد الخلع. استاذه جولستان من الجيزه. استاذه جولستان اتفضلي. الو اتفضل يا فندم اتفضل. مساء الخير استاذ وائل. او مساء الخير. اهلا بيكي. اهلا وسهلا. اهلا بيك واهلا بضيوفك. اتفضل. عندي استفسار بس، جولستان من ايه؟ جولستان هو اسم تركي يعني بستان الورد بالتركي. طيب اتفضلي. انا صحفيه برضو جميله. بستان الورد اتفضلي. الحقيقه استاذ وائل انا حزينه جدا لان الست الوحيده في القعده اللي مع حضرتك هي ضد المرأة، هي ضد نفسها برضو. أنا زعلانة جدا وحزينة جدا من القصة ألف دي. ألف سلامة، ألف سلامة على زعلك. معلش بس لو سمحتوا تسمعوني، أنا كلها ثواني وهقفل. أنا هسمعك، محدش يقطعها يا جماعة لغاية ما تخلص كلامها. اتفضلي اتفضلي يا أستاذة جولستان. يعني إحنا لغاية دلوقتي لسه بنحاسب الست حتى على فرحتها، مستكترين عليها إنها تفرح. يعني انا بوجه رساله لمدام سهى ولكل يعني السيدات اللي في حالتها، افرحي وحبي نفسك، يعني وقفي على رجليكي تاني، ارجعي وقفي على رجليكي تاني. مفيش حاجه تستاهل، مفيش يعني حاجه هتقف على ان انت حصل طلاق. وانت يعني متحمسه لحفلات الخلع والطلاق دي؟ متحمسه جدا، متحمسه جدا وبشجعها جدا، لان يا جماعه انتوا يعني مش حاسين بالست فعلا بتبقى قد ايه عايزه. استاذه جولستان ما بتخافيش انه اصلا مش هتبقى ست بس، ما هو كمان الراجل بيحصل على طلاق، وبالتالي هنا يعني في راجل ممكن بيطلق فيحتفل. لو هو حاسس ان هو حاسس يعني كان في معاناه يحتفل زي ما هو عايز. هنقعد بقى يعني هنا، هل احتفالات بهذا الشكل لو انتشرت، انا بس اكثر ما اخشاه ده سؤال يعني ما اعرفش، يعني انه تنتشر هذه الظاهره فنلاقي رجال يحتفلون بطلاقهم ونساء تحتفلن. مين اللي بيعاني اكتر يا استاذ وائل؟ مين اللي بيعاني اكتر؟ يعني حتى لو الست هي اللي طالبه الطلاق، مين اللي بيعاني اكتر؟ ما بقدرش اقول ان المعاناه رجل او امراه، يعني ما يعني يمكن ان تكون هنا. لا الست هي اللي بتعاني اكتر، لان الست هي اللي بتشيل مسؤوليه البيت والولاد، بالذات لو في اطفال، بتبقى راجل وست مع بعض. انا عايزه اوجه بس رساله صغيره جدا للست النائب. حقيقه انا مشفقه عليك جدا جدا ان حضرتك بتجاهد فعلا ازاي تلغي فكره الاحتفال دي. يعني هي خلاص القوانين والتشريعات خلاص يعني خلصت، وعايزين نقنن موضوع الحفلات والست اللي بتحتفل. انا بشكرك جدا على الشفقه بتاعتك، وبجد ميرسي جدا على يعني الكلام اللطيف البديع ده، وبنصحك انا بقى من باب يعني ان انا سايكولوجي بس الدكتور سمير تشوفي اقرب معالج نفسي تروحي له بجد. لا لا هو انتوا جايين تغلطوا في الناس بجد. انا عايز ان هي تغلطوا في الناس، يعني انت بتتهمي عنه، لو سمح لو شغل انا عايز اعرف انت بتغلطوا في الناس ايه ده بس؟ خلينا انا اهو لو سمح، احنا ما بنغلطش. لو سمحتوا السؤال في ايه ده؟ والله واضح ان انتوا اللي معقدين نفسكم. بعد اذنك بس استاذ سمير، لو سمح دكتور سمير بس لو سمح،
اخد للمتصل حقها. يا يا استاذه دعاء لو سمحت السؤال لو سمحت السؤال انا بعتذر انا بعتذر للمتصله لان ما ينفعش اهانه اي متصل حتى لو تجاوز. ما ينفعش ان هي تقول لي في حتى لو تجاوز ما ينفعش تقول لي في حضره حضرتك مع احترامي لسيادتك ان هي تقول لي على الهوا ان انا مست. لا انا لا هي ما قالتش لا هي قالت لا اعمل حضرتك إن اعمل ان الست الوحيده هي ضد المراه الكلام اللي نايم حضرتك ارجع لا يا جماعه يا جماعه بعد اذنكم بس مش مشكله يا جماعه احنا بنتكلم في امر عام مش مشكله. هي بتقول لك يعني البلد محتاجه قوانين كتير. هل يعني وانا بشكر منك خلينا بس يا استاذه دعاء لو سمحت اشفق عليا بايه ان شاء الله. انا برفع شعر حتى لو متصل تجاوز في حق الان وشتم لن ارد اليه الاهانه باهانه. انا ما اهنتهاش حتى لو هي بتتكلم ان هي بتقول ان انا شايفه ان المراه اللي موجوده الوحيده هي ضد المراه. هي شايفه كده هي خالص ما استاذ هيثم مع المراه اهو ما استاذ هيثم مع المراه اهو. ما ينفعش اقول لها عرضي نفسك على طبيب. انا بعتذر انا بعتذر لها واتمنى يبقى عندك شجاعه الاعتذار وتعتذر. لا انا مش بعتذر. بص القوانين كتير جدا فعلا ومجلس النواب ما زال حتى الاجازه بتاعته ما خدناهاش وهو ممتد حتى ينتهي من القوانين والوصفه الخاصه العاجله. ولكن اللي يهمنا هنا قانون الأسرة اللي أنا برضو أفتخر إن أنا عملت مشروع بقانون فيه وهو ترتيب الزوج بدل رقم 16 في الطابور. أنا اقترحت إن هو 2 وتم الموافقة عليه المبدئية وحاليا بيتم إن احنا إن شاء الله يتم عليه موافقة نهائية. طيب وده هيكمل قانون الأسرة. أستاذنك بس قانون الأسرة أو قانون الأحوال الشخصية اللي طيب. فعلا مركون عندنا بسبب التدخل الشديد ربما واخد بالك ده كله برضه اجتهادات شخصية طيب. من المرأة ومعطلات. أستاذ عبد الناصر تليفون وبعد كده أخد تعليقات أخيرة. أستاذ عبد الناصر اتفضل. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمة الله. للأسف احنا حواراتنا دايما يا أستاذ وائل دايما بنبادل الهجوم. المفروض إن احنا بنتكلم في عادات هل هي دخيلة ولا مش دخيلة على المجتمع. الحاجات دي يا حضرتك العادات دي دخيلة على المجتمع المصري والمجتمع الإسلامي. المفروض إنها متجوزة راجل أو هو متجوز بيعمل عملية خلق. المفروض إنها كان في بينهم عشرة في بينهم أطفال. فبالتالي ده بيأثر نفسيا على الأطفال الموجودة بينهم حتى نحترم حتى العلاقة العشرة اللي كانت بينهم والعيش والملح والحياة الزوجية والعادات والتقاليد والشرائع الإسلامية والشرائع المسيحية كل الأديان. سعادتك ما بتعملش يعني ليه احنا نجيب عادات جديدة علينا ونخش في صراعات ونحتفل. ما انت افتكر يوم من الأيام ان كان عشيرك وكان زوجك كان في محبه في موده في بينكم اهل ليه كده. ممكن تصنع جريمه في المجتمع. ممكن الزوج يكون مثلا مش متزن مثلا اعصابه خاصه لما يحس ان هي انتصرت ليها على حساب الرجوليه بالنسبه لما كده يشوف احتفال زي ده يعني فينفعل او يتهور اهله كمان فيحصل هنا مشكله والتاني بتزيد معدل الجريمه. بشكرك الف شكر. هاخد بس من الدكتوره اوليفيا تعليق اخير ومدام شاهي ايضا لانهم حالتان عبرتا عن الطلاق بشكل احتفالي. مدام اوليفيا تقولي ايه في النهايه تعليقا على كل اللي سمعتيه؟ طبعا تعليقا على كل اللي سمعته يا استاذ وائل انا احب اقول ان اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. اللي ما شافش المر اللي احنا عشنا فيه ولا البهدله اللي احنا استهدلناها من ازواجنا ملوش الحق ابدا ان هو يقيم اخلاقنا ولا مبادئنا ولا تصرفاتنا ايا كانت. مفيش اي قانون يمنعني من اني احتفل بطلاقي، مفيش اي قانون او دين يمنعني من اني انا افرح يوم ما انتصر واهزم كل انتصار حاول يخليني انا اتراجع للوراء. فانا دلوقتي انا من حقي ان انا احتفل واي واحده ضد فكره حفله الطلاق انا زعلانه بترد عليها. هو الدكتور سمير بيقول لك عشان اعمل لك قانون ان شاء الله هنقترح. انا بفكر جادا انه يكون في قانون هناك ليجرم هذه الامور او مثل هذه الامور لان احنا ما حافظناش على التقاليد والشعب المصري وتقاليده واصوله وقد انهار المجتمع. معلش من حقي ان انا اتكلم بما انكم استضفتوني ومعلش انا بعتذر لان انا في المستشفى حاليا فانا بحاول ان انا الف سلامه يا دكتور. اتفضلي في المستشفى ليه انت فرحانه؟ اتفضلي. لا هي بتقول يعني دكتوره اوليفيا قيموا حفله الطلاق والتصرفات بتاعتنا. قيموا الرجل الذي لم يحترم هذه المراه ولم يحافظ عليها. فبدل ما تقيموا تصرفاتنا خايفين على شكل ومظهر المجتمع بصوا للجوهر مش للمظهر. بدل ما انتم حاطين كل وقتكم في دي احتفلت بطلاقها ولا دي انتصرت ولا دي بتحاول تسيب روحوا بالاحرى
يهتموا بالرجال وأخلاق الرجال وقيموا تصرفاتهم، لأن المرأة حقوقها ضايعة كاملة. إحنا في أمريكا وصلنا للقمر ولسه في الوطن العربي بنطالب بحقوق المرأة. إلى متى؟ إلى متى؟ السيدة الفاضلة اللي قالت أنا أتحمل نتيجة اختياري، أنا أسفة، أنا ضد هذه الفكرة. إذا كنت أنا واحدة صغيرة في السن أو واحدة كبيرة اتصرفت فيه، حبيت إنسان وصدقته وتجوزته وطلع إنسان مش كويس، أنا هنا محتاجة المجتمع يقف جنبي، مش أقف راسي في الحيط. حضرتك بتقولي لي أقف راسي في الحيط، فأتحمل نتيجة اختياري. ده مش صحيح، وأنا أسفة وأنا بعتذر إذا كنت أنا ضد أي فكرة أي حد. الاختلاف في وجهات النظر لا يفسد من الوجود القضية، أنا بحترم الجميع، ولكن أتمنى إن الكل ينظر إلى المرأة على إنها إنسان، مش على إنها كائن مسخر لعبادة الرجل فقط. علشان تحافظوا على المجتمع وشكل المجتمع، يبقى المرأة لازم تنداس وتتهان وتتبهدل. المرأة هي أمك وأختك وبنتك وزوجتك، فلازم تحافظ أدنى على مظهر المجتمع على هذه المرأة اللي ربنا أعطاها لك أمانة في إيديك. أنا بشكرك ألف شكر. طيب هاخد بقى تعليقات أخيرة أستاذ هيثم. في فحوى النقاش كله هو انا شايف انه من حق المراه ان تعبر عن بدايه حياه جديده بهذا الشكل، ولا ده انتهاك لقيم عائليه عشنا عليها كثيرا؟ عايز اقول لحضرتك ان انا لغايه الان مش شايف ان في انتهاك او حاجه، لان انا ما درستش او ما شفتش حاجه معينه او قانون او كتاب معين عن هذه العادات والتقاليد. لكن سيبنا من موضوع الاحتفال، وكان نفسي يكون النقاش بطريقه مختلفه عن كده، لكن هو خد ظروفه زي ما دارت. لكن احنا عايزين نبحث كيف لا نهد الاسره المصريه قبل الاحتفال بهدها. يعني ان انا ابحث ازاي احافظ على البيت المصري، احافظ على الكيان الاسره المصريه قبل ما ادور على ان انا احتفلت ان البيت ده اتهد. ايا ما كان العطب اللي اصاب هذا البيت واحتفلت بهده، فانا احتفلت. طيب بعد المراعاه او الحديث من الساده الافاضل الدكتوره دعاء والدكتور سعيد، ما انا بقول لحضرتك ان احنا احتفلنا، ايه المراعاه اللي بعد كده؟ لا، المراعاه اللي بعد كده ولا كان عامل مشروع قانون؟ لا، انا مش كده، مفيش قانون بيحافظ على هذه الحفلات. مش هيحصل، هقترح مشروع. لا يا فندم، مش هيحصل. يعني بحيث اللي يعملها يدخل السجن، يعني مش هيحصل. لا 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 لا، هو هتحتفل. لا يا فندم، انا عايز اقول لك يا دكتور بعد اذنك، بدل ما حضرتك تبحث بعد اذن حضرتك، بدل ما حضرتك تبحث عن قانون يعاقب على كده، عاقب الزوجه اللي ما توريش ابنها للزوج اللي هو عايز. القانون يجب ان يعاقب، تمام؟ مفيش طيب. في القانون الزوج اللي ما بيصرفش، ابحث ان انت ازاي تعاقبه بطريقه اسرع، تمام؟ وكل حاجه شخصيه. قبل دكتور سمير، تعليقك الاخير. انا عندي حوالي 200,000 حاله طلاق كل سنه. لو قعدنا بقى نحتفل ب 70,000 حاله كل يوم، 84,000 حاله. لا يا فندم، 200,000 يا فندم، 84,000 يا فندم بعد اذنك. 2012 155,000، 2013 160,000، 2014 180,000، 2015 199,000، 2016 198,000، 2017 لم يصدر بها حتى الان من جهاز المركز. انت متوقع انها فوق ال 200,000؟ لو ال 200,000 احتفلوا بطلاقها بقى، يبقى حوالي 70 تقريبا، 70,000 في اليوم تقريبا، ولا كام؟ تقريبا كده. يبقى الشعب كله بقى هيدور ايه؟ يحتفل. والنهارده سعادتك، لما هم بيشتكوا من الزوج ما بيصرفش، الاحتفال ده مش بيصرف فلوس. بكره هلاقيه في نادي، هلاقيه في نادي، صح كده ولا لا؟ وعازمين بقى. طب لما معاه فلوس هو بتصرف وتعمل حفلات من بقى، ولا تصرف على الاسره. وبعدين النهارده نفترض جدلا، الزوج ده سيء او سلبي او شيء وحش، مش مشكله، احنا مش ضد. ما اعتقد قانون الحق امشي في المسار القانوني اللي اعطاه، انها تبدا حياه جديده. وخليك في حياه الزوجه. مدام سهى، تعليق الاخير بسرعه بعد النقاش ده وبعد الضجه، ما انتش نادمه لو عاد بك الزمن ستحتفلين بطلاقك بخلعك؟ ولو معايا فلوس بجد هعمل احتفال احسن من كده بكتير بكتير بكتير. خمس نجوم وبتاع وتجيبي فرقه نفسي والله. عمرو دياب ولا بس للاسف معيش والله. يعني دي عمرو دياب وتجيبي صفنار وبتاع وتحتفلي. يا ريت والله احتفل معايا. يا ريت. انا يعني اتمنى ليكي، يعني ربنا يوفقك، واتمنى ليكي ان انت تعملي حفله قادمه وتعزمينا.
تكون حاجه كده بمناسبه ان انت يعني حققتي انجاز او حققتي تحقيق معادله صعبه او هو وصلتي لتارجت او درجه علميه حلوه ان شاء الله. وانا ضد اللي انت عملتيه كليه, مش ضد ان انت تفرحي, ضد ان انت جاهرتي. وانا لو صدر مني اي حاجه ضايقتك سواء ليكي او للاستاذ او لاي حد انا بعتذر, ودي حاجه لا تقل مني, بالعكس دي حاجه يعني مفيش حد فينا ما ممكن يعني على شجاعتك. انا بجد احنا كلنا في الاول وفي الاخر بنتارجت على حاجه مهمه جدا, ان احنا يعني عايزين نوصل قيمه معينه, ان احنا بنحترم انفسنا قبل ما بنحترم الاخر. بشكركم جميعا. طبعا يا جماعه ممكن يكون لن نناقش ده بالتأكيد, ده ممكن يكون انعكاس لأن في مأساة في قوانين الأحوال الشخصية في مصر, ربما يكون في مأساة في العلاقات العائلية والأسرية, ربما يكون ارتفاع معدلات الطلاق, ربما يكون كمان في مشاكل داخل البيوت كثيرة تحتاج للتحليل النفسي والاجتماعي, ربما هي فعلت ذلك بتطلع بركان الغضب والضغط النفسي اللي حصل لها, وغيرها ممكن يفعل ذلك, ورجال يمكن أن يفعلون ذلك في المقابل يعني. لكن القضية يعني هل حفلات من هذا النوع من حق البعض أنه يقيمها عشان بيفتح صفحة جديدة في الحياة وبينهي حياة انتهت فيحتفل بهذا الشكل, ولا ده يمكن أن يكون بمثابة اعتداء على قيم وتقاليد عائلية عشنا؟ حسيب ده للمشاهد, وإن شاء الله نكون معاكم غدا في حلقة جديدة.